علق توجعنيش من هذا الشغل. فالفرد فرد معلق عسل. ففي إن شاء الله امتحان الفرد الجاية هو أظن عرفت نظام الامتحان الدكتورة منى. هو الامتحان الدكتورة الجاية عليه 48 درجة. وعرفت التفسير بتاع اشمعنى 48 مش كده يعني مش 45 مش 50 في 12 درجة في 12 أو 40 سنة يعني توتال كده 60 درجة. فأخذنا منهم 12 درجة نقسمه على الامتحان اللي عمله في الترم الأول كان عليه أربع درجات مش كده. في أساينمنت هيتسلم بعد نص سنة بعد سنة أخذته وهيتسلم عليه أربع درجات وفي في الآخر بقى إن شاء الله امتحان عليه أربع درجات تاني يبقى لي 12 درجة يبقى باقي 48 من 60 عشان كده دول بقى بتوع أعمال السنة إن شاء الله بتوع امتحان الميديا. التقسيمه بتاعت ال 48 بقى هيبقوا منهم ان شاء الله 18 درجه العملي وال 30 درجه بتوع النظري. فلو خدنا بقى يعني ان شاء الله 18 دول تلت الامتحان ان شاء الله مضمونين جدا باذن الله النهارده نروح يعني مطمنين على الجزء بتاع الاكسبرمنتال والدنيا كده. قبل ما نبتدي بقى الكلام بسيط كده بس افكرك كده ان شاء الله احنا عندنا الامتحان لو مشينا باذن الله زي الباك اكزام اللي هو معانا ده اللي اتعمل في السكشن هيبقى عندنا المفروض الاربع تجارب بتوع العملي كلهم هيجوا في الامتحان وكلهم هيجوا بنفس الشكل يعني عندهم رايت اعرفه وحل اسئله الام سي كيو اللي عليه وكل سؤال ليه وان شويس وكل سؤال بنص درجه. الجزء الثاني بتاع الكلينيكال احنا عندنا كذا حاله في العملي كلينيكال اخدنا منهم في الترم الاول كل بتوع الكارديو ماسكلر مش كده؟ اخدنا الانجينا والهايبرتنشن والهارت فيجر واخدنا معاهم حاله البرونكيال ازمه في الريسبيريشن. اللي هيبقى في الامتحان ان شاء الله حاله من اثنين يعني هو احنا علينا حالتين علينا حاله البرونكيال ازمه وعلينا حاله الهايبرتنشن. اللي في المارك اكزام جت حاله البرونكيال ازمه بس ده مش معناه ان هي اكيد اللي هتيجي يعني برضه طبعا عندنا وقت ان شاء الله هنذاكر الحالتين هيجي منهم واحده اللي جه في الموك اكزام برونكيا الازمه والمفروض ان الموك اكزام يبقى يعني شبه قوي الامتحان اللي بيجي في الميديا بس لازم ان شاء الله هنذاكر حاله الهايبرتنشن وبعد كده الموضوع سهل قوي لو مذاكر نظري كويس الموضوع بقى بسيط. هنذاكر بقى العملي ازاي؟ العملي معتمد اساسا على حاجتين على مذاكره الاوتونومي في النظري وعلى مذاكره الكارديو مصر. طبعا الجزء بتاع العمق الازمه ده سهل فلازم نكون ذاكرين الاوتونومي كويس قوي يعني هو العامل الاساسي اتعمل عشان اثبت معلومات الاوتونومي افكرك بالريسبتورز وافكرك بالاجونست والانتاجونست والكلام فنذاكر ان شاء الله انا افضل يعني احنا نذاكر على الاقل جزء الاوتونومي كارديو ماسكولار اللي عايز بعد كده يحط العملي وراه ماشي. في الامتحان اللي جاي ان شاء الله خلي بالك ان في حاجات عليها درجات كبيره قوي طبعا العملي الاولهم وبعدين الاوتونوميك والكارديو ماسكولار يا كابتن الاوتونوميك والكارديو ماسكولار عليهم درجه كبيره اظن وراهم بعد كده الجنرال وبعدين في بقى ايه الحاجات اللي درجاتها اسرع شويه ريسبيريشن اوف ذا كويلز ار ان سكيلتال ماسلز فاحنا برضه رحنا نذاكر هم مش اسبوع كامل او تقريبا خمس ايام كده اللي باقيين واحنا بنذاكر ان شاء الله في الخمس ايام دول نبتدي بالكبير يعني ما عادش اضيع ايام بقى فاير سكيلت الباسل الكلام كله هيبقى في الاخر درجه او درجتين لازم نخلص الاول من الحاجات الكبيره ان شاء الله وبعدين لو ربنا اكرمنا بقى ناخد الحاجات الثانيه كلها. برضه عشان يعني يعني فكركم احنا واحنا بنذاكر ان شاء الله يفضل يفضل بعد كل جزء نذاكره ان احنا نحل الام سي كيو اللي عليه ده قدامنا. يعني اخلص مثلا اوتونوميك على الاقل في الكبار اوتونوميك وكارن مثلا. الام سي كيو انا برضه امبارح كان جوني بيسالني هو اللي انا اعرفه احنا عندنا كتاب اسئله محترمه قوي كتاب مرعب كده. اظن ان هو موجود مش كده؟ ده في كل تشابتر في المنهج وراه اسئله يعني عليه اسئله منفصله كده وبعدين في الاخر جزء امتحانات جديد او امتحانات عملي وامتحانات بتاع اخر السنه لنص السنه كل حاجه. واحنا بنحل بقى بعد ما خلصت الاوتونومي كده مبسوط بقى فرحان انجازات يعني هاجي احل الاقي ضياع وهيحصل احباط وهنقعد نعيط والحاجه يا دكتور وهنعمل ايه وبتاع عادي جدا تكون ناسي عادي 100% يعني يعني خدها بروح يا خلاص والله انت خلصت الاوتونومي وجيت حل مش فاكر مين كان الاتروبين ومين كان الايوسين ولا مش عارف الباراسمباتيك كانوا ايه عادي انت هتروح انت مش هتحل عشان
هتختبر نفسك، انت هتحل عشان تراجع وهتحل عشان تتمرن، ولحد اخر يوم قبل الامتحان هتلاقي نفسك بتنسى. ف يعني محدش يداني الموضوع ده طبيعي، ده مش بطمنك وده طبيعي بتاع الموضوع. كل ما بتذاكر كمان اكتر كل ما الدنيا بتتلخبط اكتر بقى. يعني انت لو مذاكر حته قبل كده حلو يعني مش هتلخبط فيها، لكن لما تفتح بقى في المنهج كله بتبقى الامور صعبه شويه. فمحدش يتضايق، مش الحل حتى لو حتى جبت الحلول قدامك وقريت الاسئله انا موافق. الفكره بس ان انت تبقى اتمرنت زي ما قلت لك كده وراجعت بشكل مختلف. لو فكرت حاجه بقى تاني هقول لكم، ونبدا بقى ان شاء الله النهارده في الجزء الاساسي بتاعنا اللي هو التجارب العملي. بالمناسبه برضه كل ما ناخد تجربه كده هقول لكم هنعمل ايه في الكتاب. يعني خلي الكتاب دلوقتي كده انبيس، ولما نخلص تجربه مثلا زي بتاعت الانتستن او الهار او حاجه زي كده هقول لكم نبص على ايه في الكتاب. اول الجزء بتاع الاكسبيرمنت على فكره كلكم عارفين ان هو عباره عن فور اكسبيرمنتس، والمطلوب مننا في الامتحان مالناش دعوه بالتجربه بتتعمل ازاي ولا البروسيجر ولا كل الكلام الفارغ ده. احنا علينا نعرف هاو تو ايدنتيفاي ذا موست بيرد ونحل بقى الاسئله اللي عندنا. فعندنا اول تجربه كان مش لازم تركيب الكتاب، هتبقى اول تجربه ابتدت على الايزوليتد هارت وبتبقى على الهارت اوف تود. تود اللي هو كده مش هنشرح خالص التجربه زي ما قلت، بس هنعرف ازاي نحل ان شاء الله. التجربه دي بتبقى نورث دراج على الايزوليتد انتستن، دي بنستعمل فيها الانتستن اوف بريفرنس. التجربه دي بتبقى ثلاثه برضه على نورث دراج على الراجل هاي. عايز تشوف التجربه دي في المعمل، شفت الالات بقى والسبايك اتبسطت يعني. التجربه دي اربعه بتبقى النون دراج على الارتيجال بلاد بريشر، وممكن تعمل المفروض على الانتايزد كات. يعني المفروض لو كنت شفتها او كنت عملت معاها ما اتعملتش طبعا ظروف كتير، بنجيب قطه او كلب ونعمل لهم تخدير كلي ونديهم الادويه ونشوف الافكت بتاعها على البلاد بريشر. كل دول الاربعه بتوع ان شاء الله في العملي. وزي ما قلت لكم الاربعه جايين مفيش مجال ان احنا ننشن يعني ذاكر حاجه واسيب حاجه، لا في الموك اكزام لو ما عملتهم فيعمل حسابك عليهم ان شاء الله. نبدا بقى في اول تجربه فيهم اللي هي الانون دراج على الايزوليتد تولز هارت. قبل ما نشرح بقى وقبل ما نتكلم على الانون دراج اللي هعرفه ازاي في الامتحان، انا عايز بس اقول لك كلمه صغيره قوي على مقدمه كده على الهارت، بس حاجه بسيطه قوي. كلكم عارفين ان الهارت وان اوف ذا انفلانتري اورجنز مش كده؟ وبالتالي هو اندر كنترول او اوتونوميك نيرفس سيستم. وهو واحد من الاورجنز اللي هي طالب انرميشن. في عندنا طبعا لو فاكرين في مقدمه الاوتونوميك زمان السنه اللي فاتت يعني كان في حاجات كده ليها طالب انرميشن وفي اكسبشنال اورجنز. المهم ان الهارت ده وان اوف ذا اورجنز مش هاد دبل ام دي ولا انرميشن. طيب الانرميشن بتاعه عباره عن ايه بشكل مبسط قوي؟ هو عباره عن باراس امباثيتك انرميشن. كلكم فاكرين ان الفار ده بيبقى طالع غالبا من الكرينيال او من السيكرال اوريجن بتاعه. الحاجه المهمه بالنسبه لي قوي هو مكان الجانجل في الكرينيال تو في الباراس الباثيتك ده الجانجل بتبقى تيرمينال اللي هي ناحيه اول اورجن او ايفن ان ذا تيشو اوف ذا اورجن اتسلف. عشان كده النرف ده اللي اسمه بريجانجيوريك بيبقى في الباراس الباثيتك دايما فيري لونج والبوست بيبقى هو القصير. فاديني كده قبل ما نبص الباثيتك هو الفار بيعمل ايه في الهارت؟ فرص الباثيتك سبلاي للهارت غالبا انهبيتد مش كده؟ طيب ازاي بيحصل الكلام ده؟ والكلام ده على فكره هيساعدنا ان شاء الله في الكلام بتاع العمل. النيرف بريجانجيوري ده دايما بيريليز كيميكال ترانسليتور لا خلاف عليه اسمه اسيتايلكولين. صح؟ وهنلاقي هنا في الجانجا دي ريسبتور كلنا فاكرينه اسمه ال ال ان او ساعات بنسميه ال جي لو اختصار نيورونال او جانجيوريك تايب اوف نيكوتينيك. لما بيطلع اسيتايلكولين من هنا ويشغل الريسبتور ده، مين فاكر ايه اللي بيحصل؟ لما النيكوتينيك ريسبتور بيشتغل، كان عارف طبعا الكلام ده يعني عادي انك تكون نسيت، بس هو بيشتغل عن طريق انه يفتح الصوديوم شانل مش كده؟ يبقى لما يطلع من هنا اسيتايلكولين وركز فيه عشان تتسال ان شاء الله بعد شويه، لما بيطلع من هنا اسيتايلكولين يشغل النيكوتينيك ريسبتور هينفتح صوديوم شانل، فيبدا النيرف اللي ورا ده يدخل فيه صوديوم فيحصل فيه اكشن بوتنشال، وبالتالي هيدخل وراه كالسيوم، والكالسيوم ده هيروح عامل رابشر
للفيسيكلز اللي في النيرف اللي وراه اللي هو البوست جانجلوني عشان يروح يطلع هو بقى كيميكال ترانسميتر برضه هو اسيتايلكولين. هيشغل ايه اسيتايلكولين؟ هيشغل ريسبتور موجود على الهارت اسمه ام 2 صح؟ طيب الام 2 ده في البني ادم كنا دايما بنركز على حاجتين بيعملوهم انهبيشن مهمين قوي اللي هو الهارت ريت مش كده؟ والاي كوندكشن. وكان بيزود حاجه كلكم بتمسكوا فيها وهي دي بالنسبه لكم المعلومه الاساسيه اللي بيزود انتر كوندكشن ملهاش قيمه كبيره واسئله واشمعنى وليه كده ومش مهم يعني. الهيومن ما كانش فيه تاثير للفيجاس على الفنتريك مش كده؟ ما كانش بيأثر على الكونتراكشن. النهارده بقى احنا بنتكلم على الضفدع هقول لك قاعده سهله قوي الام 2 في الهارت اوف تول بيقلل كل حاجه. كويس؟ يعني بيقلل ريت بيقلل الكوندكشن وبيقلل الكونتراكتيف واصل الفنتريكل وبيقلل الكونتراكشن اللي فيه. كويس؟ طيب تعالى بقى لما نتكلم في التجربه. لو انا من بره كده حطيت دواء شغل النيكوتينيك ريسبتور ده يحصل ايه في الهارت وليه؟ انا اديت دواء اجونست على النيكوتينيك كويس؟ شغال النيكوتينيك ريسبتور ده يحصل ايه في الهارت؟ وانا لما اشغل النيكوتينيك هفتح صوديوم شانل ولما افتح صوديوم شانل هيحصل نيرف اكشن بوتنشال ولما يحصل الكلام ده النيرف الصغير اللي ورا ده هيطلع اسيتايل كولين يشغل الام 2 الاقي الهارت هبط مش كده؟ حصل فيه مايوكارديال انهبيشن. طب انا لو اديت دواء شغل الماسكرينيك على طول هيحصل نفس الكلام لما شغل الام 2 فاكرين كان بيشتغل ازاي الام 2 ده؟ جي اي انهبيتري صح؟ كان بيعمل حاجتين يقلل شغل الادرينال سايكليز وبالتالي يقلل السايكلينج ام بي ويفتح بوتاسيوم شانل فيعمل هايبر بولاريزيشن. يبقى كان انا لو شغلت النيكوتينيك الهارت يهبط مش كده؟ ولو شغلت الماسكرينيك الهارت برضه هيقل شغل. بس خلي بالك لما اشغل النيكوتينيك الهارت بيهبط بشكل غير مباشر مش كده؟ مش النيكوتينيك نفسه هو اللي عمل الاكشن، ده النيكوتينيك دخل صوديوم وحصل اكشن بوتنشال فطلع اسيتايلكولين هو اللي عمل ستيميليشن على الماسكرينيك فالهارت حصل له ديبريشن. طيب شغل السيمباثيتك كان عباره عن ايه؟ يعني لو افترضنا ده كده شكل طبعا يعني غير علمي بالمره بس يعني ماشي الحال. ده السيمباثيتك سبلاي للهارت كان البري قصير والبوست كان اطول لان الجمله كانت قريبه من الاوريجن وبعيد عن الاورجن. وكان هنا في نفس الكيميكال ترانسميتر هو اسيتايلكولين وبالتالي هنا في نفس الريسبتور. النيرف ده بقى اللي هو البوست جانجلونيك سيمباثيتك غالبا كان بيطلع نور ادرينالين. شغل ايه بقى في الهارت؟ انهي ريسبتور في الهارت اللي هي البيتا واحد؟ مين فاكر بقى البيتا واحد لما كانت بتشتغل؟ كانت سهم لفوق كده مش كده؟ كل حاجه في القلب هتزيد بريت واكسبتابيلتي وكوندكشن وكونتراكشن وكل حاجه. يبقى سيادتك لما تشغل البيتا واحد الهارت هيبقى ستيميليتد، لما تشغل نيكوتينيك او ماسكرينيك الهارت هيحصل له انهبيشن. طيب احنا في التجربه بنعمل ايه بقى؟ احنا مالناش دعوه طبعا في التجربه، احنا اذا كنت شفتوها في المعمل او في يعني داتا شو او حاجه بنجيب البضاعه ونقتلها ونطلع الهارت او شريط كده ونسيبه في المعمل نعلقه. شفتوها ولا لا؟ طيب لما نعلق الهارت في المعمل بيقدر يشتغل بيقدر يعمل كونتراكشن كده مع انه مش واصل له نيرف سبلاي ولا واصل له هرمونز ولا بيشتغل ايه؟ الهارت لما تشيله كده من القلب خالص وترميه بره يفضل شغال عشان في خاصيه اسمها اوتوماتيزم صح؟ في نبضات كهرباء بتطلع جوه الهارت ويحصل وراها كونتراكشن. طيب احنا بالظبط عملنا كده، جبنا الهارت بتاع القطاع ده ورحنا عاملين له ايزوليشن وعلقناه في المعمل. بص جايبين لنا اداه قد ايه فرحانين قوي كل الالوان لو قعدت شغال خدت الهارت على ايه؟ يبقى بالضروره كده طلع معايا كام ريسبتور؟ واحد. لما اخدت الهارت وعلقت في المعمل طلع معايا كام ريسبتور؟ ثلاثة. طلع معايا ثلاثة مش كده على الأقل يعني مبدئيا طلع معايا البيتا واحد اللي على الهارت نفسه اللي لما شغله حضرتك ده يزود كل حاجة. وطلع معايا الماسكرينيك اللي على الهارت نفسه برضه اللي لما تشغله في الضفدع يقلل كل حاجة. وطلع معايا نيكوتينيك صح؟ قال لي نيكوتينيك بقى لا ما ينفعش اقول جامده، طلع معايا نيكوتينيك اوف باراسيمباثيتيك جاي، قاعده مهمه قوي ان اي ايزوليتد اورجن هيطلع معانا الباراسيمباثيتيك جاي اللي هي قريبه قوي من الاورجن اللي لازق فيه. كويس؟ يبقى انا مبدئيا كده عندي ثلاثه ريسبتورز عارفهم. الريسبتور الوحيد الزياده
اللي هنضيفه على الكلام ده اسمه ال H2 ريسبتور. ال H ده اختصار ايه؟ هيستامين. مش لازم قوي يعني ارجع اذاكر هيستامين، بس انا فاكر على الاقل في نوعين من الهيستامين، طبعا هو اربعه اصلا مش كده؟ لكن الحقيقي يعني مهمين بالنسبه لي H1 و H2. H1 ده فين؟ H1 ده في كل مكان تقريبا مش كده؟ موجود في الجلد وموجود على البلد فيسلز، هنفتكره ان شاء الله دلوقتي، وعلى الانتستين وعلى السي ان اس وكل حاجه. ال H2 ده كان موجود في ثلاث اماكن، ده كان سهل شويه. كان موجود في البرايتال سيلز بتاعت المعده، مش مهم بقى بالنسبه لي خالص، ده اهم حاجه تطلع HCL. وكان موجود هنا في الهارت، مهم قوي، وكان موجود على البلد فيسلز بس دوره اقل من دور ال H1. كويس؟ طيب خلصنا كده بقى من شكل، انا عايز بقى الكلام بتاع الامتحان. ايوه. طيب الريسبتورز اللي موجوده هنا خلاص اتفقنا عليها، مش كده؟ بقى ده كلام الامتحان بقى ان شاء الله. الريسبتورز اللي موجوده في الايزوليتد هارت، وعايز اعرف كويس قوي اسامي الاجنس بتاع الريسبتورز دي، وعايز اعرف البلوكرز او الانتاجونز. خلي بالك لو ما عرفتش البلوكرز مش هتعرف تحل. يعني ما عرفتش اللي بيقفل او الدواء الفلاني ده قفل ايه، الموضوع بقى صعب قوي. الريسبتور الاول اسمه النيكوتينيك. كويس؟ ان ان ده. وهنا في الايزوليتد اورجن ده ينتمي للبارا، مش دعوه بالسيمباتيك بقى خلاص. الريسبتور ده مين اللي بيشغله؟ مين اللي بيشغل النيكوتينيك ريسبتور؟ مجموعه ادويه انت ما ذاكرتهاش غالبا اسمهم الجانيون ستيمولانس او النيكوتينيك اجونز زي ما تحب تسميهم. هنحفظ بقى عشان العملي دوايين. دواء اسمه نيكوتين سمول دوز، ودواء اسمه لوبيرين سمول دوز. لوبيرين كويس؟ برضه ما تشغلش بالك قوي في المذاكره ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. انا بالنسبه لي في العملي دول دي ار نيكوتينيك اجنز، دي ار جانجل ستيمولانس. النيكوتين سمول دوز ده بتاع السجاير، اهم يعني من المكونات المهمه للسيجارت سموكينج، هيبقى نيكوتين سمول دوز. الدواء الثاني اسمه لوبيرين سمول دوز، ده كان استخدام قديم. كان لما الطفل اتولد قطع النفس حاجه اسمها نيونيتال اسفيكسيا، كان بنعمل الدواء ده عشان ينشط الريسبيراتوري سنتر بريفلكس. مش مهم بقى، يعني مش عايزك تشغل بالك دول ايه في الطب قوي. انا بقول بقى بين الاكزامبلز دي بين البلوكرز اللي بيقفل الجنج اسمهم ايه؟ صح جانجلون كولكتورز فاكرين هو كويس برضه جانجلون بلوكرز ما ذاكرناهمش مش كده؟ ما ذاكرناهمش ممكن ما تشرحوش في المحاضرات كمان. اللي عايز نعرفه بقى عشان العملي الجاي والبروفرز دول نوعين. نوع اسمه كومبيتيتيف جاي من بروفر، يعني ايه الكلمه دي؟ كومبيتيتيف بروفر يعني ايه؟ يعني هو بيقفل الريسبتور ما يعملش حاجه في الريسبتور خالص، بس هو بيمنع شغل الاجنس مش كده؟ مالوش ما يسمى بالافكاسي، ما عندوش قدره انه يغير النشاط، هو كل اللي بيعمله بس بيجي يحتل مكان. اشهر حاجه نحفظها في العمل المجموعه الكومبتيتيف دي عندنا دواء، انا عارف الاسامي بقى بدات تبقى سخيفه، كلوري زوندامين. كلوري زوندامين. ودواء تاني شبهه حتى شويه في الاسم اسمه ميكا مايلامين. الاثنين دول انت يعني بص انا برضه عايز اقول لك انك مش لازم محدش يقول لك سمعهم لي، بس انا عايزك السلام عليكم لما تشوفهم في تجربه العملي تعرف ان الدواء ده از كومبيتيتيف جانجلون بلوكر. بس ده اللي انا عايزه منك. اتحط في تجربه ايه؟ لما نبص مع بعض في الكيرفات وتلاقي مكتوب كده في الكيرف كلوري زوندامين، اتحط ليه؟ ايه الهدف من ان انا احط كلوري زوندامين؟ ان انا اقفل النيكوتينك ريسبتور ده، صح؟ يبقى ده الهدف منه، ماليش بقى اي علاقه بين كده. المجموعه الثانيه اسمها دي بولارايزنج جانجلون بلوكرز. فاكر انت حاجه في الزحمه بتاعت الجنرال اخر السنه كده تعرف الفتاح دي ربنا يديله الصحه، يعني اكيد قالوا له حاجه اسمها بارشال اجنست، صح؟ يعني ايه بارشال اجنست؟ يعني دواء يمسك في ريسبتور يعمل تغير في نشاط الخليه كانه اجنست وبعد كده يفضل قاعد، يبقى كانه بلوكر او اجنست، صح؟ عشان كده بقول عليه بارشال اجنست، بقول عليه ساعات ديورست، يعني بيعمل زي ده وزي ده. طيب اشهر واحد بيشتغل ديبولايزنج يعني بلوكر ده اسمه نيكوتين لارج دوز. كويس؟ يبقى ايه الفرق بقى بين نيكوتين سمول دوز ونيكوتين لارج دوز؟ الفرق؟
النيكوتين سمول دوز ده اجونست صح؟ هيشغل الريسبتور. لكن اللارج دوز هيعمل ايه؟ هيشغل الريسبتور في الاول وبعدين يقفله مش كده؟ الفرق بين الاثنين يبقى ده اسمه بارشال اجونست او ديبارايزنج بروتون، لكن ده اسمه اجونست. لما نبص على الكيرف ان شاء الله هنعرف ده بيعمل كده ايه وده بيعمل كده ايه. يبقى ايه الاول ريسبتور موجود على تجربه المرض؟ الريسبتور بيبقى اكيد سهل قوي اسمه ال ام 2. مش هقول لك بقى مين الاجونست مين الانتاجونست، هتفتكرهم ان شاء الله مين الاجونست. اسمه ايه الادويه اللي بتشغل الام 2؟ فار سيمباثو ماينيتكس صح او ماسكيرنج اجونست. مين هم؟ صح، كان في مجموعه اسمها كولين اسكرز. يعني فرصه بقى تبتدي تسترجع اسامي الناس اللي رزاز عليهم كل انت سايبهم من زمان. في عندنا اسيتايكولين وده حاجه ناتشرال، وفي عندنا ثلاثه سينتاتيك اللي هم ميثا كولين وليفا نيكول وكاربابول. طبعا نفس المجموعه اللي اسمها بارا سيمباثي ماماتيك عندنا مجموعه كده كان اسمها كولينو ماينيتيك الكابوليس. كان فيها ايه؟ كان فيها البايلوكاربين ده اللي بيستخدم طبيا، وكان فيها دواء بتاع المشروم بتاع الفطريات من السام والكلام ده اللي هو كان اسمه الماسكارين. لو عدى عليك ماشي. وكان في مجموعه اسمها انتي كولين ستريز او كولين ستريز انهبيتورز، الاثنين صح، اللي هم كانوا ريفرسبل بالار زي فايزو وليه واشهر اثنين. كان في حاجه اسمها نيو ستيجمين سبستيتوتس لو فاكرين، وكان في مجموعه ايرفرسبل اللي هم اسمهم ايه في التمبلوز وكان فوسفاس كومباوند زي الايكو فالفين والدي اف بي وغيره. كل دول اه ماسكارينيك اجونست. يعملوا ايه بقى؟ طب حطهم على الارض توقع ايه؟ حطيت من بره كده اسيتايل كولين او ميثاليكول او فايزو او اي حاجه يحصل انهبيشن ظهر عشان انت شغلت الام 2 ريسبتور. مين بقى البلوكر بتاعهم؟ مش محتاج اكتبه بصراحه مش كده؟ مين البلوكر بتاع الـ M2 وبتاع كل الامات؟ البروتين. غالبا في العملي مش عايز اقول يعني 100% ما بيجيلناش بلوكر غير البروتين. انتوا عارفين طبعا في اذر بلوكرز، يعني في حاجه كان اسمها اللايوسين مش كده؟ وكان في حاجات سينثيتيك سبستيتيوتس. غالبا بتاع العملي بقى هو البروتين. طيب سؤال بقى للناس، يعني ايه مش هنسرح كتير، انا عارف احنا جايين لهدف محدد ان شاء الله نحققه. يعني هو الانتروبين يعمل ايه في البني ادم ويعمل ايه في الهارت لما احطه في ايزوليتد هارت؟ فهمت السؤال؟ واحد خد انتروبين يحصل ايه في الهارت بتاعه؟ بني ادم كده زهقان اخد انتروبين يحصل ايه في الهارت؟ صح، يزيد على الاقل الهارت ريت مش كده؟ يزيد الهارت ريت ويزيد الاي في كونكشن مش كده؟ لكن لو انا حطيته على ايزوليتد هارت يحصل ايه؟ نو افكت. برافو عليكم، نو افكت. ليه بقى؟ وانا لما خدت البني ادم عملت ايه؟ لغيت شغل الكار وسبت السيمباثيك شغال مش كده؟ لكن لما احطه على ايزوليتد اورجن ولا حاجه. نو افكت. ليه بقى؟ مفيش توز، مفيش حاجه جايه تشغل السيمباثيك ولا حاجه جايه تشغل الكار صح؟ طيب افتكر معايا بقى الدوبامين ده عشان لما نسال عليه كان كومبتيتيف ولا ديبولارايزنج بلوكر؟ الاتروبين كان بيقفل الماسكرينج ازاي؟ باي كومبتيشن ولا بيشغل الاول بعدين يقفل؟ كومبتيتيف صح. كان جاي من ايه الاتروبين ده؟ بلانت اوريجن تمام. كان بيقفل بس الام دي بتاعت الهارت ولا بيقفل كله؟ بيقفل كل الماسكرينج اسمه نان سيلكتيف ماسكرينج بلوكر. كويس؟ اخر او التالت ريسبتور بقى اللي اتكلمنا عليه من شويه كده اسمه النيتا 1. لما بيشتغل بيزود كل حاجه. مين الانالست؟ فاكر زمان كده في الاوتار كان في ادويه بتشغل البيتا 1، مين دول؟ سيمباثي ماماتكس يعني كان في مين كده؟ اي في اي اسم ادرينالين صح؟ وايزوبرينالين صح؟ لو قلت دوبامين مش غلط. لما ترجع ان شاء الله تراجع كده تلاقي الدوبامين بالجرعه المتوسطه شغل البيتا 1. طب ايه رايك في الدوبامين؟ لا بالعكس بقى، الدوبامين ده ايه؟ ده حلو جدا، ده سيلكتيف بيتا 1 اجونست. افتكر دول بقى، يعني الاجونست بتوع هنا التجربه دي ممكن يكون ادرينالين، ممكن يكون ايزوبرينالين، ممكن يكون دوبامين مش غلط يعني، ممكن طبعا يكون دوبامين. ينفع يكون نور ادرينالين؟ ينفع يكون نور ادرينالين؟ شغل على بيتا واحد ضعيف لكن موجود. مفهوم يا جماعه؟ طيب مين الجوكر؟ مين الانتاجونست؟ صح، اي حاجه اخرها نور. اي حاجه في التجربه اخرها ال او ال يبقى بيتا بوك مش كده؟ مش لازم يجي كومبرادور، مش لازم. هو طبعا ده بيجي كتير، لكن لو جه في التجربه انتيلو رول او نادو رول او سوتا رول او اي حاجه
اتش 2 ريسبتور اللي بيشغله. المثال بتاعنا هو الهيستامين، والبروفايل بتاعنا دواء رقم ان شاء الله في الفيلم الثاني بالتفصيل اسمه سايبيتيدين. سايبيتيدين ده اشهر دواء بيشتغل اس اتش 2 بلوكر. كويس؟ تعالى بقى للايه؟ التجربه عشان الناس الجايين لغرض في نفسهم اللي هو الامتحان بس ومش داعي للعلم والكلام ده. تعالى بقى نشوف كده لما جينا في الامتحان النوت راجع على الهارت هنعمل ايه؟ بص عشان تبقى متخيل بس شكل الكيرف في الامتحان وهنبص مع بعض ان شاء الله على الكيرفات دلوقتي. اول جزء ده يا ريت بس نركز بقى في السبوره اللي بيدور، يعني مش ده هتدور بقى انا هقول لك كل حاجه موجوده فين دلوقتي. خليك معايا كده شويه. اول جزء في اي تجربه في التجارب بتاعت الاكسبيرمنتال دي هي نورمال كونتراكشنز. كويس؟ يعني هتلاقي في كيرف كده قدامك، اول جزء في الكيرف عباره عن النورمال كارديو كونتراكشن. الهارت عمال يرسم كده حاجه اسمها ليفر بيرسم على ورقه فبيرسم بالشكل ده. يبقى ده بالنسبه لي النورمال. الدراج الاول في تجربه العملي في الامتحان بيبقى النون دراج. كويس؟ النون دراج ده يا يعني اما يكتب لك علامه استفهام زي ما انا كاتب كده، يا اما يكتب لك unknown كلمه على بعضها، يا اما يكتب لك اكس، يا اما يكتب لك يو، يعني هتعرف ان هو ده unknown ان شاء الله. ايه بقى الاحتمالات؟ لما احط unknown دراج على الهارت في احتمال من الاثنين. يا اما يعمل استيميليشن مش عايزك تتلخبط في شكل الكيرف، يبقى وبعد كده الهارت يرجع نورمال، يبقى ده one of the stimulant unknowns. يا اما الهارت كان نورمال كده ولما حطيت الانون دراج حصل انهبيشن، يبقى الانون ده one of the inhibitory unknowns. كويس؟ ساعات في الامتحان السهولة بيقول لك الدواء ده stimulant او الدواء ده depressant. حتى لو قال او ما قالش هو الموضوع سهل قوي. انا ببص على النورمال كونتراكشنز واشوف تاثير الدواء. بص الكونتراكشنز هنا الطبيعي قبل الادويه عامل ازاي؟ لما اخدت الدواء كونتراكشنز عالي قوي يبقى الدواء ده ستيمولانت اكيد مش كده؟ بص هنا بقى الانون دراج لما اتحط قال نورمال ولما حطيت الانون دراج الكونتراكشنز قلت قوي او ساعات حتى القلب بيقف خالص. يبقى ده وان اوف ذا انهبيتري انونز. مين يقول لي بقى احتمالات؟ ايه احتمالات يكون الدواء ده ستيمولانت وايه احتمالات الانهبيتري؟ اللي احنا قلناه ده ممكن يكون ايه الانون عمل ستيميليشن؟ ممكن يكون بيتا 1 اجونست صح؟ وممكن يكون هيستامين بيشتغل على ريسبتور اسمه اتش 2، وممكن يكون دواء ما بيشتغلش على ريسبتورز يقول عليه ايه بقى؟ دايركت دايركت مايكاردال ستيمولانت. كويس؟ يبقى عندي اول ما اشوف الانون دراج على الهارت وابص الاقي الكونتراكشن زادت افكر على طول لازم نمشي كده سيستماتيك ما نستعجلش. يا اما يكون الانون ده بيتا 1 اجونست وانا عارف اساميهم بقى ادرينال وايزوبرينال وغيره، يا اما يكون هيستامين افتكر بيشتغل هنا في الهارت على ريسبتور اسمه اتش 2، يا اما يكون دايركت يعني بيعمل ستيميليشن اوف ذا هارت من غير ما يشغل ريسبتورز. مين عارف دواء كده في المنهج يعمل مايكاردال كونتراكشن وبيتاخد في الهارت فيجر وتوكسن وحتى جوكسن او بيتاخد مش كده؟ وممكن يكون دواء تاني فاكر ما تراسل بيفايلز اند ديز زي دواء اسمه كافيين. بقى انا هوريك ان شاء الله الاسامي اللي هتعرفها بس مبدئيا كده افتكر لو كان الدواء دايركت مع الكارديو ستيمولنت يبقى ممكن يكون ايجاكسل والكافيين دول مشهورين قوي. اعرفهم بعض ازاي؟ اعرف الدواء ده ازاي اللي هو بيشتغل على البيتا ولا بيشتغل على الهيستامين ريسبتور ولا بيشتغل دايركت؟ بالبكره مش عايز ارسم كتير اضيع وقت كتير بس خلي بالك لو قلت لك الانون دراج او انت شفته زي ما هوريك كده لقيته بيعمل ستيميليشن وبعدين لقيته حاطط في التجربه بروك برايم رول. حاطه ليه؟ عشان يقفل البيت. كويس؟ جه حط الانون دراج بعد البروك برايم رول ما اشتغلش. يبقى هو كان بيعمل ستيميليشن ولما قفلت له البيتا ما عادش بيشتغل. صح؟ يبقى ايه الانون ده؟ بيتا ادرس. وهنختار بقى ان شاء الله الاختيارات اللي قدامك وهتحل اسئله نظري. طيب افرض انه اشتغل بعد البروك برايم رول. يعني لو عمل ستيميليشن وقفلت له البيتا اشتغل عادي خالص يبقى هو ايه؟ برافو عليك يبقى هو مش بيتا. بفضل احتمالين يا يكون هيستامين يا يكون طيب اعمل ايه بقى ساعتها؟ اقفل الهيستامين ريسبتور واشوف اقفلها بايه؟ هنا في الهارت اقفلها بسايد فيتيدين اتش 2 بلوكر. لقيت الانون ما اشتغلش بعدها يعني كان شغال ولما قفلت له البيتا فضل شغال لكن لما قفلت الهيستامين
اشتغلش. ان هو اكيد هيستمين ومش هيتسال كتير في الهيستمين، لو ملوش استعمالات في الطب ملوش كلام اتسال عليه، لكن لو جيت خلاص هو الهرمون. طب اعرف ازاي بقى ان هو دايت؟ قفلت البيتا اشتغل، يبقى هو مش بيتا. قفلت الاتش 2 اشتغل، يبقى هو مش اتش 2، يبقى فضل احتمال طيب اللي هو الهيتاليس او الجوكسين يعني او كافيين، هم اشهر. يفرق معايا الترتيب. يعني هو المثال انا بدات بالسايتيدين واديت الامور لقيته ما اشتغلش. اديت اول حاجه عملتها اديت الانون درايف، وبعدين رحت حاطط في التمرين السايتيدين، وبعدين رحت اديت الانون تاني ما اشتغلش. يبقى الانون ده ايه؟ استمين. يعني مش لازم يديني ترتيب بقى، الفكره ان انا تعرف الدور ده بيفرق ايه. طب لو اديت سايتيدين والانون اشتغل معاه يبقى هو مش استمين. قفلت البيتا ضاع شغله يبقى هو مش ألمس. قفلت البيتا شغله لسه موجود، الموضوع سهل مش كده؟ طيب عشان بس ما نسرعش قوي في الوقت، تعالى بقى على النور اللي بيعمل انديبيشن. بص كده شوف كل ممكن يكون ايه في الحاجات اللي احنا قلناها. ايه القانون اللي بحطه على الهارت؟ الهارت ايه بط؟ صح، برافو عليك. اول احتمال ان يكون نيكوتيريك ألمس اللي هو اسمه جانجو ستيمولنت، وعرفت المسائل بتاعته. نيكوتين سمول دوز او نيكوتين سمول دوز. كويس؟ هو ليه بقى ان شاء الله لما احطه في التجربه بيعمل انديبيشن؟ ليه؟ لما اخد الهارت كده في المعمل واحط عليه دواء اسمه نيكوتين سمول دوز الهارت يهبط. عشان هو لما هيشغل النيكوتينيك بتوع البارا سيمباثيتيك جانجو هيفتح صوديوم شانل. فالنرف اللي وراه هيطلع اسيتايل كولين فيشغل لك الماسكات. ولما شغل المسكرات خلاص الهارت هيهبط. يبقى دي اول احتمال. الاحتمال نمرة اثنين. الاحتمال نمرة اثنين انه يكون مسكرات ادمز. اي دواء بنديه من بره شغال لك الجنب الدين هبط القلب. الاحتمال الثاني زي ده بقى. ما يكونش بيشتغل على السيرك يعني بيشتغل دايركت باي كارديال ديبريسنت. اشهر ادويه مش عايز اقول لك احنا ما تحفظش غيرهم بس عشان ما بقاش يعني خلينا في السيف سايد دايما. اشهر الادويه بتعمل طير مايكارد ديبريشن دواء اسمه الكينيدين او الكولينين، سمعنا عنه في الاليزيا. ودواء تاني في ادويه التخدير اسمه الهالوثين، اشهر ادويه. لكن هنعرف ان شاء الله في اذر دراجز ممكن يدوله هم في الارض. تعالى بقى نشوف هنعرفهم ازاي. اعرف ازاي الدواء ده نيكوتينيك ادوست. زي ما عملنا كده في المره اللي فاتت اعمل ايه؟ خليكم معايا يا جماعه شويه. ادي بروكر صح؟ ادي جانجو بروكر. اسمه ايه جانجو بروكر؟ عشان لما اشوفكم في التجربه بس تعالوا. يا اما كلوريزولامين او ميكامولامين دول بيقفلوا على طول، يا اما نيكوتين دوز دوز وده الاول بيشتغل كانه ادرس وبعدين يقفل. في النهايه انا ما يهمنيش غير معلومه واحده، ان دول اتحطوا في التجربه تو بلوك النيكوتين بسبب. كويس؟ يبقى انا اديت النور دلوقتي لقيته عمل انهبيشن. واديته بعد نيكوتين دوز دوز لقيته ما بيشتغلش. فكر كده، النون على بايكارديا ديبريشن، وبعد ما اديت نيكوتين لارج دوز رجعت اديت النون تاني ما عملش حاجه. يبقى كان بيشتغل ايه؟ يبقى كان بيشتغل على النيكوتين، لما قفلتها له ما عرفش يشتغل. افرض اشتغل بعد نيكوتين لارج دوز. فضل يعمل انيميشن بعد ما قفلت النيكوتينيك يبقى هو مش نيكوتينيك. طب احتمالين، يا يكون ماسكرينيك يا يكون دايركت، اعمل ايه؟ اقفل الماسكرينيك. ايه بقى؟ لقيته ضاع شغله بعد الاتوبين. يبقى اكيد ماسكرينيك ادمس. اساميهم بقى انت عارفهم، اسيتال كولين وميثا وكاربا كل الاسامي دي. فضل شغال بعد ما قفلت النيكوتينيك والماسكرينيك يبقى طيب، يبقى كيلوين او غير. صح؟ طيب اذا كنا فهمنا وانا شايف الحياه فيكم هقول الكيرف وتقول لي ده ايه؟ هقول الكيرف من الهيمتري. كويس؟ خلينا نبدا. ادي الانوار دراج اهو عمل انهبيشن، وبعدين ادينا هنا اتروبين، وبعدين سابق اديت الانوار دراج مره ثانيه ما اشتغلش. عايز بس نهدى شويه كده قبل ما نندفع. الانوار دراج عمل مايكار، يعني فكر فيها من الاول. الانوار دراج عمل مايكار ديبريشن يبقى ايه؟ يبقى كام احتمال؟ ثلاثه. يعني ايه تاني؟ يا ماسكارينك يا دايركت. لما اديت اتروبين خلي بالك انا تجنبت الجنب خالص، ما
في احتمال كلنا اظن عرفناه انه يكون ماسكرين، مش كده ولا لسه؟ انت طالما قافل الماسكرين مدته دواء ما اشتغلش ممكن يكون بيشتغل هنا. بس خلي بالك بقى ان في احتمال تاني مهم قوي، ممكن الانون ده يكون نيكوتينيك اجونست. فكر فيها كده. هو انا لما بدي نيكوتين سمول دوز بعمل ايه للمره المليون؟ بشغل الريسبتور ده صح؟ فبيدخل صوديوم في النيرف ده، فالنيرف يطلع لك اسيتايلكولين يشتغل على الام 2. مش ده اللي بيحصل؟ طب انت لو بدي اتروبين قفلت هنا مش كده؟ لو اديت اسيتايلكولين او باراسيمباتيك مش هيشتغل، مفهوم لان الريسبتور بتاعه مقفول. طب لو كان الدواء ده نيكوتين سمول دوز هو هيشتغل هنا ان شاء الله، دي مفتوحه والنيرف هيدخل صوديوم ماشي الحال، وهيطلع من النيرف اسيتايلكولين برضه، بس هيجي يشتغل على الام 2 هيلاقيها مقفوله صح؟ طب اعرف ازاي بقى هو ايه؟ في اختيارات يعني، لو كان كلمه زي كده دي ممكن فات صعبه على فكره الناس بتغلط فيها، ان انا اقفل على طول ماسكرينك من غير ما اقفل النيكوتين. وخلي بالك عشان انا لما بقول الكلام ده الناس بتتلخبط، هو الاتروبين بيقفل ماسكرينك ولا نيكوتينك ولا الاثنين؟ الاتروبين بيقفل انهي ريسبتورز؟ ماسكرينك بس مش كده؟ امال بيعمل ايه هنا؟ بيضيع شغل الاثنين، فاهم الفرق؟ بيضيع شغل النيكوتينك اجونست وبيضيع شغل الماسكرينك اجونست، لكن عمري ما اقدر اقول ان الاتروبين بلس نيكوتينك ريسبتور، صح؟ طيب بص الكيرف ده سهل قوي بقى. النون راجع على الهارت، فهمت الكيرفات شويه؟ ده النورمال كونتراكشنز، ده النون على الهارت عمل انهبيشن، يبقى فكرت في الثلاث احتمالات دول، اديت اتروبين ورجعت تدي النون راجع تاني لقيته بيشتغل برضه، بيعمل انهبيشن برضه. طيب هو ايه؟ طيب برافو عليك، هو دايت صح؟ مش نيكوتينيك ولا ماسكرينيك، اشمعنى؟ ولو كان ماسكرينك مش هيشتغل لان الماسكرينك بيشتغل على سيبته مقفول، ولو كان نيكوتينك مش هيشتغل برضه لان السكه ساعتها مفتوحه كل ده لكن مقفوله في الخطوه الاخيره بتاعت الريسبتور. صعب الكلام ده يا جماعه؟ يعني خلي بالك من الكيرفات اللي فيها تريكس دي اللي هي زي ده، بقول لك ان شاء الله واحد تاني في الامتحان. طيب تعالى بقى عشان نطمن كده، تعالى بص على التجربه بتاعت الموك اكزام. انتوا معاكم الموك اكزام؟ معاكوش؟ طيب مش لازم الموقف زي ما عارف كتاب العمل كلهم شايفه عمليه. طيب انا هقول لك بس قبل ما انسى، انت عليك ايه في الكتاب العمل تذاكره في التجربه عشان يطمئن قلبك يعني. الحقيقه انا معايا النسخه القديمه فانا هقولوه في الصفحه، ممكن ان شاء الله كده تشوفوا اذا كان في فرق في ال هو اول حاجه عندي في الكتاب في تجربه الايزوليتد هارت صفحه 15. صفحه كام عندكم بقى؟ 15. طيب سيبك بقى من صفحه 15 و16 و17 و18 و19 وكل الكلام ده، وتعالى على صفحه 23 اتذاكر صفحه كل اللي قبل كده بقى هو راجع بقى معايا يعني. طبعا مع احترام عشان كتاب يعني حلو جدا ورائع وفي كل حاجه وعلم وكل حاجه، بس انا عشان الوقت بقى مش كده، مش هنقعد بقى نقرا التجربه بتتعمل ازاي والبضاعه بتجيبها منين والكلام ده. الصفحه دي فيها السكيم بتاعك مش كده؟ مكتوب فوق كارد اكستيمولنس مش كده؟ وتحت الاحتمالات اللي احنا قلناها، يا اما يكون بيتا 1 ستيمولنت، يا اما يكون هيستامين على الاتش 2، يا اما يكون دايركت ومديك مثالين كافيين وفيجيتالز. وبعدها الكارد ديبريسنس نفس التقسيمه، يا اما جاي من ستيمولنت ومديك الامثله. وعينك زي ما قلت لك كده ان هو السمول دوز النيكوتين ده بتاع السيجر سموكينج، واللوبينين سمول دوز ده كان بيتاخد زمان في حاجه اسمها نيونيتال اسفكسيا. كانت بتحصل على فكره لما الستات يدوهم مورفين اثناء الولاده، فكان بيعمل ديبريشن على الاسبيراتوري سيستم. وبعد كده بديك الماسكارينيك اجرس باساليبهم اهو، وبعدين الدايركت كتير شويه الحقيقه، حاول تحفظهم كلهم. مش عايز اقول لك بقى يعني اللي بيجي كذا عشان لا قدر الله جه اسم تاني ما بقاش انا يعني اللي ضيعتك. هو اشهر اثنين زي ما قلت لك الكويندين اللي هو نمره 2 والهالوثين اللي هو نمره 5، لكن نحفظ على قد ما نقدر بقى ادويه تانيه بتعمل دايركت بريشر زي الايفا والميروفور، دي ادويه تخدير برضه يعملوا بيها جنرال انفيزيا. ده شبه الكيريدين او اسمه بروكيلامايد، شبه الكيريدين في كل حاجه تقريبا. في دواء انتي هيستامينيك اسمه انتازولين، وفي ادويه بتتاخد كعلاج الاميبا والكلام ده، عندنا ده اسمه ايميتين.
وعندنا دواء بيعالج ملاريا وبيعالج اميبا اسمه الكلوروكوين. دول امثله للادويه اللي ممكن تعمل دايركت ماركر للبروتكشن. يبقى دي الصفحه اللي انا ان شاء الله طالبها منك في المذاكره. تعالى بقى نبص على الاكسرسايز. هناخد مثال كده بس مش هنحل اسئله، الاسئله محلوله، لكن هقول لك ازاي تفكر بقى في الامتحان. الصفحه اللي وراها على طول هو بيقول لك ان دي تجربه عملناها على ازوليتد فروتس هارت، وبص بقى على التريسنج على الرسمه يعني، وحل الاسئله. اول حاجه في الكيرف ايه؟ عشان نتعود بقى نظرنا كده على شكل الكيرف. اول حاجه في الكيرف نورمال صح؟ كارديك كونتراكشن. وبعدين اول جواب الانورمال عمل ديبريشن. كم احتمال بقى؟ ثلاثه. يعني كوتينيك اجنست كماسكرينيك كطيب. طيب بعد ما عمل ديبريشن خلي بالك الهارت بيرجع نورمال. الدواء ده بيحصل له وش والدواء بيخلص مفعول فبيرجع الهارت يشتغل تاني. بعد ما رجع نورمال حط دواء اسمه ان اس دي. اختصار ديكوتين سمول دوز بيعمل كده. اجنس على الديكوتينيك ريسبتور بتوع عيني جاي ده. فقط ايزوليتد. طب عمل انيبيشن ليه؟ عشان فتح سوديوم شانل، انت اكيد سمعت مني بقى، فتح سوديوم شانل فحصل اكشن بوتنشال فالنرف طلع زيتال ونيل فراح يشغل الماسكيرين. هو ايه فايده الخطوه دي في التجربه؟ في العملي في الامتحان ملهاش اي قيمه. يعني انت مش هتستفيد حاجه خالص من وجود النيكوتين سمول دوز. لكن علميا لما اجي اعمل تجربه لازم اختبر الريسبتور مش كده؟ اختبره بدواء انا عارفه، اختبره بنون اجنست. مفهوم يا جماعه؟ يبقى دايما خطوه الاجنست لو لقيتها في الامتحان قبل البكر ملهاش قيمه بالنسبه لك. الخطوه اللي وراها بقى خطوه مهمه قوي. انت دواء اسمه كلوريزونتامين، اللهم اجعله خير بقى. كلوريزونتامين ده يطلع ايه؟ جاي من البكر، بس لازم افتكر ان هو كومبتيتيف. كومبتيتيف جاي من البكر، بيقفل الريسبتور من غير ما يشغله في الاول. عشان كده اخدت بالك الكيرف فيه ايه؟ ما حصلش حاجه. الكيرف ما حصلش فيه حاجه لانك انت قفلت الريسبتور من غير ما تنشطه في الاول. طيب الخطوه اللي وراها نيكوتين سمول دوز، متابعين معايا يا جماعه في الكيرفات؟ نيكوتين سمول دوز ايه فايدتها دي؟ فايدة ان انا احط الادرس المعلوم ده بعد البكر. اتاكد مش كده؟ انا مش عارفني ان الكلوريزونتامين ده شغالين ولا لا. انا اديتهم عشان اقفل دي صح؟ اتاكد ان انا قفلت وان انا ادي ادرس تاني. ايه رايك في النيكوتين سمول دوز؟ ما عملش حاجه. يبقى هو كان شغال في الاول، قلل شويه القلب اهو في الاول، لكن لما اديته بعد الكلوريزونتامين ما عملش حاجه. يبقى انت متاكد ان النيكوتينيك ريسبتورز ار بلوكت صح؟ طيب الخطوه اللي وراها النون دراج عمل ايه ان شاء الله؟ انيبيشن. يبقى انت ايه فكرت لحد كده ايه بقى؟ برافو عليك. ان النون ده مش نيكوتينيك مش كده؟ لو كان نيكوتينيك ما كانش هيشتغل بعد الكلوروزوتامين، بما انه لسه شغال يبقى هو مش نيكوتينيك. فاضل احتمالين يا ماسكارينيك يا دايركت. طيب جه بعد كده بعد ما رجع الهارت نورمال ادى اسيتايلكولين نفس الفكره. اجنست قبل البكر مجرد اختبار بريسبتور ما تهمنيش في الامتحان. عمل انيبيشن فشغالين اهو. وبعدين ادى اتروبين. الهدف من الاتروبين ايه؟ اقفل ماسكارا كويس؟ بيشتغل كومبتيتيف ولا دي بولارايزنج؟ كومبتيتيف عشان كده ما عملش حاجه في الكيرف. وبعدين رجع بعد كده ادى اسيتايلكولين تو بي شور ان الماسكارينيك ار جاد مقفولين فعلا اهو. وبعدين ادى النون دراج ما اشتغلش مش كده؟ يبقى الانون ده اكيد باراسيمباتيك مش كده؟ ممكن يكون دايركت؟ مستحيل يكون دايركت. ليه بقى؟ لو كان دايركت كان كانش هيفرق معاك، كان هيشتغل بعد الاتروبين. بما انه ضاع شغله بعد ما قفلت الماسكارينيك وما ضاعش شغله بعد ما قفلت النيكوتينيك يبقى هو اكيد ماسكارينيك اجنس. صعب الكلام ده؟ طيب الاسئله اللي بعد كده هتبقى اسئله على النظري، مش عايز بقى نضيع وقت فيها عشان يا دوبك بس ان احنا نخلص. اكسرسايز نمرة 2 في الصفحة اللي قدامها. نورمال كونتراكشنز وبعدين الانون. اخباره ايه الانون دراج؟ استمرت. يبقى لازم كده، ويا ريت حتى في بينك وبين نفسك تفتكر الاحتمالات اللي هما بيتا 1 اجونست تستعين على اتش 2 او دايركت زي فيجيتاريس او كافيين. طيب بعد ما رجع الهارت نورمال انا مش شايف قوي بس مش شايف خالص. هو ده ايه؟ ادرينالين. ايه الادرينالين عشان ايه؟ عشان يختبر البيتا. حلو زي الفل شغال اهي. وبعدين انت بروبرانول دي مهمه، خطوه النقطه دي اهم حاجه. ايه هدف البروبرانول؟
اقفل البيت بتاعي. طبعا ازاي انا قفلت؟ ادي ادرينالين تاني ما اشتغلش، يبقى انا متاكد ان البيتا مقفولين. وبعدين انت الانون لسه شغال صح، يبقى الانون ده ليس بيتا ادرس، مش كده؟ فاضل احتمالين، يا هيستعين على الاتش 2 يا اما. طيب عارفهم ازاي؟ مفيش بقى كده حاجه، مش كده؟ فهو اكيد في الاختيارات هيجيب لي حاجه واحده تنفع، واخد بالك؟ مش ممكن يجيب لي الانون بتاع الهيستامين وفي نفس الوقت الاقي اختيار تاني كافيين او جلتاز، مستحيل. يا اما بقى السؤال نفسه خلي بالك منها، السؤال نفسه يبقى ليه حاجه تدل على، يعني يقول لك مثلا this drug او this unknown drug is used in treatment of congestive heart failure. ينفع يكون الهيستامين ساعتها؟ لا، الهيستامين ده يستخدم اصلا في الطب، يبقى هو اكيد قصده على جلتاز. فده كده بشكل مبسط الكيرفات. معلش الانون دراج اللي موجود في الامتحان بس عشان انا يعني كنت مسستم نفسي، يعني انا اقول لكم الموك اكزام عشان السيستم ما يبصش بس الروح بتاعت الموك اكزام، هقولها لكم الخطوات كده حتى مش معانا ما تقلقوش يعني. بقول لك برضه نفس المقدمه، عملنا تجربه على ازوليه الهارت. اول حاجه بعد النورمال كونتراكشنز هو الانون دراج عمل انهبيشن. لازم ان شاء الله النهارده على فكره العملي غالبا بيبقى سامعي اكتر منه مذاكره، عشان كده انا ببقى قاصد ان انا زهقت وقاصد ان انا اعيد كتير. انا عارف طبعا ده طبعا يعني مش دايما ببقى مقصود، هو ساعات ببقى انفولنتري، بس النهارده يعني مقصود ان شاء الله انك انت تفتكر بقى ان الانون دراج اللي زي هنا كده العملي انهبيشن يبقى نيكوتينيك او ماسكارينيك او دايت. انت بعد كده نيكوتين سمول دوز ما تهمنيش بقى، خلاص عرفت التجربه دي بتاعت المعمل، الامتحان ما لهاش قيمه. ابدا نيكوتين لارج دوز، انا بس عايز اعلق هنا على تعليق صغير، هو نيكوتين لارج دوز عمل ايه في الهارت؟ من اللي انت شايفه ده عمل ايه في الهارت؟ انهبيشن، ليه عمل كده؟ يعني لو كان الدواء اللي محطوط ده اسمه كلوريزوندامين ما كانش عمل حاجه. لانه بيقفل الريسبتور من غير ما يعمل انيشال ستيميوليشن. لكن الدواء ده بقى بالتحديد نيكوتين لارج دوز ده از ا بارشال اجونست فيعمل ايه؟ يعني يقول لي كده هيعمل ايه ده؟ هيشتغل في الاول كانه اجونست، يعني هيفتح لك الصوديوم شانل فيدخل صوديوم فيحصل هنا اكشن بوتنشال فيطلع من هنا اسيتايل كولين يشغل لك الماسكارينيك فيعمل انهبيشن على الهارت، مش كده؟ الخط اللي تفرق معاك حاجه؟ خالص. هو الفكره كلها انا اديت ليه نيكوتين لارج دوز عشان اقفل النيكوتين بس. كل ما اعمل كده في الانتستر او في الارض انا عارف التفصيل ان هو مش بيشتغل باي كومبيتيشن، ده بيشتغل بطريقه ثانيه اسمها دي بولاريزيشن اللي هي نيكوسين كده بارشال اجونست. انت بعدها النيكوتين سمول دوز ما اشتغلش، يبقى متاكد كده ان الريسبتور مقفول. انت الانون اخباره ايه؟ اللي معاه اولا اقول لك الانون لسه شغال، يعني هو عمل انهبيشن ولما قفلت النيكوتينيك ريسبتورز لسه شغال، يبقى هو مش نيكوتينيك. ابدا بعد كده اسيتايل كولين عشان يختبر الماسكارينيك. ابدا اتروبين، مهم جدا الهدف من الاتروبين استبراك الماسكارينيك بتوع الهارت. اتاكد انها مقفوله باسيتايل كولين تاني، الانون دراج ما اشتغلش. يبقى هو عمل انهبيشن وشغال بعد ما قفلت النيكوتينيك، يبقى مش نيكوتينيك لكن ضاع شغله بعد الماسكارينيك اللي هو اكيد ماسكارينيك ايجوست وان او ذا بارا سيمباث ماجنتكس الكتير قوي بتوع المنهج. وده على فكره برضه مش عايز اوجهك بس ده من الكيرفات المشهوره قوي في العمل، ان يكون الانول سيمباث ماجنتيك او بارا سيمباث ماجنتيك. ليه؟ برافو عليك، عشان عليا اسئله كتير عشان اقدر اسالك كتير بقى بعد كده. لكن لما يكون الانول هيستامين ده هيبقى سؤال واحد واجيب لك بقى اختيارات ثانيه او اسئله ثانيه. ده بالنسبه للجزء بتاع الهارت. نيجي بقى للتجربه الثانيه ان شاء الله، هي شبهها قوي قوي اللي هي تجربه الايزوليتد انتستن. خلاص انسى بقى الكتاب دلوقتي، شفت ريحت ازاي وقلت لك تذاكر ايه؟ برافو يعني مبسوط مني. طب انا هطور بقى على الجاكيت ده، انت شفت الجاكيت عجبكم كده ولا لا؟ لا ما اعرفش من كده مش مساك. الكاميرا ده تجربة تانية اللي هي النون دراج على الايزوليتد انتستن. مش مهم طبعا التجربه بتتعمل ازاي، بس احنا بنجيب اغلب ماسكين كده عينهم مش في حاجه ونروح ده
نقطه اي حته من السيستم طلع حته اسمها جيجر لو انتوا فاكرينها كده من الاتوم ونروح علينا في المعمل كويس. ابص اهيت كونتراكت وريلاكس كده لنفس الفكره بتاعت الهرم وبنرسم بقى الكونتراكشنز دي على نفس الفكره بتاعت السموك بيبر. قبل ما نتكلم بس على الانون درايف برضه كده بسرعه نرجع نفتكر ان الانتست خلي بالك انا بتكلم هنا على وول انتست مفيش سبيكترز عشان الناس بقى ما تتلخبطش المساكين الترايك ما يتلخبطش نتكلم على الوول. الانتست زي الهارت وان اوف ذا انفرانتال اورجنز هي دبل انرفيشن سيمباثيتيك وبارا. مين يفكرنا بقى البارا كان بيعمل ايه في الانتست والسيمباثيتيك كان بيعمل ايه في الانتست وازاي يعني؟ البارا كان الكونتراكتور صح بيقول لك عليه بيزود التون اند موتيلتي كونتراكت ازاي بتحصل بقى؟ النرف ده بيلوز اسيتايل بين وهنا في الكوتيلك ريسبتورز بيتفتح الصوديوم تشانل بتاعها فبيدخل هنا صوديوم ورا كانسر فبيحصل ريليز لاسيتايل بين من البوست جانجوريك نرف يشغل ريسبتور على الديستن اسمه ايه بقى؟ ام غالبا ام كام غالبا مش يعني مش دايما بس غالبا واحد صح ليه دول لكن الاهم يبقى غالبا ام 2 المهم هو ماسكرينك لما تشغل الماسكرينك هنا ليه بيحصل كونتراكشن في الانتستنس؟ عشان جي؟ لا جي كيو جي كيو يعني فوسفولايبيز يعني دايوكسيد جلسرول واي بي 3 يعني كالسيوم فبيحصل كونتراكشن. طيب يبقى انا عرفت بقى ان انا لو شغلت النيكوتينك الانتستنس هتشتغل صح؟ ولو شغلت الماسكرينك الانتستنس هتشتغل. ان سيمباثيتك هنا اسيتايلكولين وهنا ان ان وهنا غالبا نور ادرينالين شغال لي حاجه اسمها الالفا والبيتا. بتعمل ايه سيمباثيتك في الانتستن في الور اوف ذا انتستن؟ انهبيشن او ريلاكسيشن صح؟ احنا خدنا بقى في التجربه زي ما عملنا المره اللي فاتت كده ازوليتد انتستن خدنا الجزء ده. يبقى انا لو بتكلم بقى على ريسبتور زي ما قلنا هناك كده في كام ريسبتور موجود في الاورجن ده؟ انا عندي نمره واحد نيكوتينك صح؟ مش عايز اعيد تاني بقى مين الالجوريزم بتاعه؟ لازم تكون مفضله بقى نيكوتين سمول دوز او لوبينين سمول دوز. مين البلوكر بتاعه؟ يا اما كومبتيتيف زي الكلوريزوندامين والميكا ماينامين يا اما ديبولايزنج اللي هو نيكوتين لارج دوز. وبعدين عندي نمره اثنين ماسبرينك. مين الالجوريزم؟ كل البارا سيمباثيكس عرفناهم بقى كده من اول اسبان كلين لحد اخر واحد في الانتي كلين استريز. طيب الريسبتور نمره ثلاثه الالفا ده بيعمل ايه في الانتست لما اشتغل ده؟ انيميشن كويس. مين الاجونست؟ مين اشهر اجونست على الالفا؟ وغالبا اللي بالالفا واحد سيبك من الالفا اثنين بقى فاكرها انت الالفا اثنين دي كانت تاني ولا البطاطا كده؟ انهبيتور اللي موجوده في سيناكتيك وسنترال ومش عارف ايه خلينا في الالفا واحد اللي تهمني. مين اشهر الفا 1 اجونست؟ كنت هقول مين اشهر في ناين فين؟ مين اشهر الفا 1 اجونست؟ في ناين فين؟ طب مين الفا بيبرز بقى عشان الامتحان ان شاء الله؟ لما الاقي كده اسم فينتولامين يبقى ده الفا بكره ده اشهر واحد. لكن لو حد بقى مش عايز اقول عشان برضه لو حد يعني صعب عليا شويه ممكن فينوكسيلينزامين صح؟ ممكن برازوسين لكن يعني الكبير قوي بتاع المجموعه دي اسمه الفنتولامين. طيب عندي ريسبتور اسمه بيتا غالبا بيتا واحد واثنين يعني كلهم موجودين. مين اشهر بيتا اجنست؟ مين اشهر بيتا اجنست؟ ايزوبرينين اشهر واحد يعني شغل كله بيتا ومالوش دعوه بالالفا. مين ينفر البيتا؟ نو صح؟ مجموعة الفيتا بلوكرز بروبرانولول ونابولول وسوبرول وكل الكلام ده. طيب مين الدواء اللي بيشغل الالفا والبيتا مع بعض؟ ادرينالين مش كده؟ طب مين الدواء اللي بيقفل الالفا والبيتا مع بعض؟ لا بيتا دول صح كويس؟ يبقى انا عندي مسافة اللي هي موجودة عرفت ان دول بيعملوا ستيميليشن وعرفت دول بيعملوا انهبيشن. المفاجأة بقى غير السارة النهارده بالمرة ان الانفستر دي فيها لسه ريسبتورز تانية كتير. يمكن ما خدناش بالنا احنا من ذاكرهم في النظري في عندنا ريسبتور اسمه الهيستامين ريسبتور. فكرني كده بتاع الهارت كان نوع نمره كام؟ اتش 2 وكان بيتقفل بايه؟ سايكليتينين. النهارده بقى في الانتستن عندي اتش 1 ريسبتور
طبعا الاجنس بتاعه مع الجيش غير استميل، البلوكر بتاعه احب اطمنك مش كل الانتيستامينكس اللي انت عمرك ما هتعرف تحفظهم دول، لكن في واحد مهم قوي في العمل اسمه مين بايرامين ده يتحفظ. لما لقيت في التجربه ده اسمه مين بايرامين اتحط عشان اعرف ان اتش واحد. في عندنا ريسبتور اسمه ال 5 اتش تي ريسبتور ده اختصار 5 هيدروكسي تريبتامين هو السيروتونين مش كده؟ اللي بيشغله الاجنس بتاعه هو السيروتونين والبلوكر بتاعه ده اسمه الميثي سيرجايت. ميثي سيرجايت في حروف النظر ده الاسامي ما تفوتوش والله يا جماعه، يعني الناس اللي بدات تقلق او تظهر يعني حتى ما تقلقش والله انت يعني مع الحل ومع التكرار هتعرف. وبعدين بقول لك في فرق ان انا اقول لك سمعني زي ما انا بسمعك دلوقتي وبين انك انت تبقى عارف لما اشوف الميثي سيرجايت ده بيقفل ايه وخلاص. الميثي سيرجايت في النظر كان عليه نقطه مهمه قوي عشان ساعات بتيجي في وسط الاسئله بتاعت العمل. الدواء ده كان بيتاخد في البروفلاكسس اجينست ماجرينالك بالادويه اللي بتتاخد في الوقايه من نوبات الصداع النصفي، وكان بيعمل سايد افكت مميز قوي اسمه ريتروبريتونيال فايبروزس. كان بيعمل فايبروزس في الاماكن اسمها سيروس ميمبرينز بلورا وبريكارديوم وبالذات البريتونيوم. افتكر بس كلمتين عليه اللي هو دواء اسمه الميثي سيرجايت. طيب في دواء بقى احلى واحلى بيقفل الاثنين مع بعض. ايوه دواء اسمه سيبرو او سايبرو انت وعلامك يعني هيبتادين. سايبرو هيبتادين بيقفل الاتش 1 وبيقفل السيلفون. اظن يعني الناس اللي حضرت معانا جزء الاوتوكولتس في النظري قلت لكم الدواء ده هو مشهور في مصر قوي او كان مشهور في مصر قوي لان هو بيتاخد كانتي هيستامينيك يعالج الالرجي والبرد والرش والكلام ده، والانتي سيروتونين الاكشن بتاعه بيزود الشهيه قوي فبيحل مشاكل الامهات في مصر ان هو الطفل ياكل وينام وياكل وينام وهكذا. افتكر بس عشان العمل مش مهم بقى الامهات والاطفال والكلام ده، افتكر ان هو بيقفل الاتش 1 والسيروتونين ريسبتورز. الريسبتور اللي بعد كده اسمه الانجيوتنسين ريسبتور او الاي تي ريسبتور. فاكرين الانجيوتنسين 2؟ انجيوتنسين 2 فاكرينه؟ كان جاي من ايه ده؟ على فكره انت من حقك فعلا تكون ناسي، من حقك تكون باشمهندس النهارده مش فاكر اي حاجه في ال والله عادي جدا، عادي انا اصل النهارده ده بس احنا مجرد نعمل ريفريشمنت ونصحي الضمير، هو الضمير طبعا صحي قديم بس يعني تاكد يعني. في حاجه اسمها رينال بتحول لك الانجيوتنسينوجين لواحد، والواحد في الايس بتحول لاثنين مش كده؟ الانجيوتنسينوجين في الليل سيمبتومز من ضمنها اللي موجوده على الانتستن لما تشتغل تعمل ستيميليشن اوف ذا انتستن. البلوكر بتاعه بتاع الانجيوتنسين تو ريسبتور بتاع الاجنس بتاع الانجيوتنسين 2 البلوكر بتاعه ده اسمه سارا لازين. سارا لازين ده بيشتغل ك اتش كان اسف الانجيوتنسين تو ريسبتور بلوكر او انتاجونست. كل ما سبق بقى من الادويه دول كلهم بيعملوا ستيميليشن في الانتستن، اللي بيعمل ستيميليشن في الانتستن هم الالفا والبيتا. كويس؟ طيب يبقى احنا ان شاء الله كده عشان الامتحان بقى خلاص الحته المقدمه دي خلصت نيجي بقى الامتحان. لما الاقي النون دراج على الانتستن ادي نورمال كونتراكشن زي شكل الكيرف بيبقى مختلف شويه طبعا مش مهم قوي يعني لكن بيبقى رسمه مختلفه عن بتاعه الهارت شويه. ادي نورمال انتستينال كونتراكشن وادي النون دراج في احتمالين مش كده؟ يعني النون ده عمل استيميليشن او وصل الانتستن عالية كده وبعدين رجعت نورمال، يا اما الانوندراج لما اتحط حصل انهبيشن اوف ذا انتست. تعرف تقول لي بقى ده ممكن يكون ايه وممكن يكون ايه؟ يعني احتمالات؟ الدواء اللي بيعمل ستيميليشن اهو تعمل يعني براحتك بص على هناك كده وقول له يا اما يكون ايه؟ الماكينه بتعمل صح او ماسكرين بتعمل او نستنيه بيشتغل على الاتش واحد اوعى تنسى بقى بتاع الهارت كده اتش 2 يبقى يستمين على اتش واحد او سيروتونين او انجيوتنسن. في دواء بقى اسمه الفازوبريسن اللي هو اسمه ايه الفازوبريسن ده؟ الاي اتش انتي دايوريتيك هرمون. كويس؟ كنا زمان نقول ملوش ريسبتورز وبعدين طلع ان هو ليه ريسبتورز بس ملوش بروبر.
يعني هو هي سيمبل موجوده على الانتستين بس ما نعرفش نقفلها. يبقى افتكر الفازو بريسن ده بيعمل انتستاينال ستيميليشن ومالوش دور. اعرفهم ازاي من بعض بقى عشان القصه طويله، انا عايزك انت تساعدني بقى اعرف ازاي الانون اللي عمل ستيميليشن في الانتستين. بالبوكس طبعا مش كده؟ فكره كلها في البوكس. طبعا هقول لك ونفكر مع بعض. حطيت دواء اسمه نيكوتين سمول دوز. يعني بعد الخطوه دي كده بعد ما لقيت الانتستين بتعلى بالانون رحت حاطط دواء اسمه نيكوتين سمول للاسف نيكوتين لارج دوز. يطلع ايه في الطب؟ يعني ايه الضرر صح؟ طيب سؤال على جنب كده، هيعمل ايه في الانتستين؟ انا ما تهمنيش. ما تهمنيش خالص، بس عشان لما تشوفهم ما تتخضش، انا خايف عليك تتخض. لكن هي احيانا ما تهمش في حاجه. وانا بديه في التجربه تطلق نيكوتينيك ريسبتور صح؟ هيعمل ايه بقى في الانتستين؟ طب مش الانتستين عادي كده وبعد كده رجع التربه. طب ايه اللي علاها؟ ما تخش الاجنس مش كده؟ اشتغل في الاول كده ونيكوتين سمول دوز، راح مدخل بتاع ده صوديوم واكشن بوتنشال والكالسيوم ومش عارف ايه لحد ما طلع اسيتات كلين شغال ماسكات. بس انا اديت في بلوك النيكوتين. طيب جيت بعد كده رحت جيت بعد النيكوتين لارج دوز ده اديت نيكوتين سمول دوز. ايه الهدف؟ ده معروف، ده مش مرغوب، مش كده، مش قانون ولا حاجه، ده فيري ويل نون يعني. بس اديته ليه؟ اتاكد ان النيكوتين لارج دوز قفل النيكوتين. لقيتهم الحمد لله مقفولين وتمام، رحت جيت القانون دراج ما اشتغلش. خلاص الكلام ايه؟ ان هو عمل انتستاينال ستيميليشن يبقى واحد من الست احتمالات مش كده؟ وانك انت لما قفلت له النيكوتينيك ريسبتورز ما اشتغلش. محتاج الكلام؟ يبقى هو نيكوتينيك اجونست ويتش ار نيكوتين سمول دوز او نوبيتين سمول دوز. انتهى الموضوع. طيب افرض بقى بعد النيكوتين لارج دوز الانون بتاعك اشتغل. يبقى ايه؟ يبقى احنا لغينا ده صح؟ فده مشتغل بعد ما قفلت النيكوتين وهو مش نيكوتين. اروح مدي او الاقي بقى انا مش هدي حاجه، انا قاعد اتفرج. هلاقي اتروبين في التجربه. ايه الهدف من الاتروبين؟ تبلوك ماسكارينيك ريسبتورز. هيعمل حاجه في الانتستين؟ ليه لا؟ عشان ده كومبيتيتف بلوكر، ما بيعملش انيشال ستيميليشن لحاجه، بيقفل على طول. طيب الهدف منه ان انا اقفل ماسكارينيك. اديت وراه اسيتايل كولين عشان اتاكد ان الماسكارينيك مقفولين، وبعدين اديت الانون دراج ما اشتغلش. معلش من الاول والله عمل استيميليشن هتحفظهم غصب عن مش اسف والله مش غصب عنك والله. بس كده يعني. مش عارف ايه بقى هتحفظهم ان شاء الله عشان مصلحتك. انون عمل استيميليشن على الانتستين. يلا ساعدني بقى عشان انا يعني نيكوتينيك ماسكارينيك انت ما تشوفوش انا عارفه. نيكوتينيك ماسكارينيك بيستعين على اتش 1 سيروتونين انجيوتنسن فازو بريس. طيب الخطوه اللي هنا اثنين الانون ده اشتغل بعد ما قفلت النيكوتينيك. يبقى مش نيكوتينيك. الانون ما اشتغلش بعد ما قفلت الماسكارينيك يبقى الانون فار سيمباتيك ماميتيك اسيتال كولين ميثا كولين كاربوكول ميثا كول فار خلاص؟ طيب كيف بقى اللي معاكش صعب. النون دراج وبعدين التروبين وبعدين النون دراج ما اشتغلش. لسه صعب؟ النون دراج بيعمل ستيميليشن وبعد ما قفلت الماسكارينيك على طول كده من غير ما تقفل النيكوتينيك في الاول ولا حاجه ما اشتغلش. يبقى نفس الاحتمالين، ممكن يكون ماسكارينيك وانت قفلت له السكه وممكن يكون نيكوتينيك. لان النيكوتينيك عشان يشتغل لازم تكون الماسكارينيك شغاله صح؟ اللي احنا قلناه في الهارد بالظبط. طيب اسمع ده بقى بيقول لي ايه؟ النون دراج عمل استيميليشن. اتفضل سيادة الدكتور انا ده سؤال. النون دراج عمل استيميليشن. ايوه ايه ده ولا كده ست حاجات دي. وبعدين النون دراج بعد الكلوريزوندامين اشتغل. ايه الكلوريزوندامين ده؟ قفلت النيكوتين جاي له جوه مش كده؟ طب القانون اشتغل بعدها؟ ده مش خير. طيب نفس القانون اللي بنكمل بيه اشتغل بعد الاتروبين مش مصري. طيب القانون ده ما اشتغلش بعد النيبايرامين. ما اشتغلش بعد النيبايرامين يبقى ايه؟ هيستامين صح؟ طب اشتغل بعد النيبايرامين مش هيستامين.
ما اشتغلش بعد الميثي سيرجايت. الميثي سيرجايت اللي لسه كان يعني مش معانا قفلنا بيه سيرتون. النظرة كان بيعمل استيميليشن ولما قفلت السيرتون الست ما عادش بيعمل استيميليشن. محتاجة اشرح دي؟ يبقى ايه؟ سيرتون. ايه مستخدم بيه السيرتون في الطب ده؟ ولا حاجة. تلاقي سليم كده. مفيش كلام في الفلوس. طيب اشتغل بعد الميثي سيرجايت. يبقى هو مش نيكوتينيك ومش ماسكارينيك ومش هيستامين ومش سيروتونين. طيب ما اشتغلش بعد السارة لازين. يعني عمل كل العمليه اللي السارة عملها دي وجه بعد السارة لازين ما عرفش يشتغل. يبقى هو ايه؟ انجيتنسن 2 صح؟ مش تفتكر فين انجيتنسن 2؟ ليه استخدام في الطب؟ بيعلوا بيه الضغط. الانجيتنسن 2 ده بيعلوا بيه الضغط بالذات لو كان سبب الهايبرتنشن الفا جوبر. ان شاء الله في النظريه هتفتكر. طيب النون دراج ده جميل بقى. اشتغل بعد بقى قفلت النيكوتينيك واشتغل بعد بقى قفلت الماسكارينيك واشتغل بعد ما قفلت الهيستامين واشتغل بعد ما قفلت السيروتونين واشتغل بعد ما قفلت الانجيتنسن ريسبتور. يبقى الباث بس انت بتعرف ازاي؟ الاكسكلوجن ده شغال بعد كل الدور مش كده؟ طيب للي يعني ان شاء الله كله يكون فاهم يعني. ارجع النون دراج على الانتستن. ركز معايا كده عشان بقى ايه نخلص من موضوع الانتستن بسرعه. ادي النون دراج على الانتستن. ادي النون دراج افتر اتروبين وادي النون دراج افتر سارة لازين. مين يحل بقى؟ فبي بس الرسمه. النون دراج عامل استيميليشن بواحد من السته مش كده؟ النون دراج بعد الاتروبين اخباره ايه؟ شغال. يبقى هو ايه؟ مش هتنمي صح؟ الله ينور عليك. ولا ماسكارينيك. طب كل الاحتمالات. طب ايه رايك بعد السارة لازين ما اشتغلش؟ وانا لو مش عارف السارة لازين ده بيقفل ايه كل سنه طيب الا اذا استعنت بصديق. السارة لازين ده بيقفل انجيوتنسن. طب النون دراج ما اشتغلش بعد ما قفلت الانجيوتنسن ريسبتور. يا ترى هو ايه يا رب؟ انجيوتنسن صح. انجيوتنسن دي خلي بالك الانجيوتنسن ده لما تذاكره في النظر ان شاء الله هو بيبتايد. فلازم لما دي البني ادمين دي انترا فينس ما ينفعش يتاخد اورال وزي ما قلت لك ده بيتاخد عشان يعلي الضغط. طب افرض حضرتك كده في الامتحان حكوا انا بقى عن ما ينصحش. افرض في الامتحان في كده مش بس معايا ما عنديش حاجه ثانيه وتقعد بقى انت تدور يا مصر فين النيكوتين ده وجابوه فين الاتروبين الحق والامتحان غلط وتقعد تفهم ايه القانون ده؟ النور عامل استيميليشن يبقى ايه؟ واحد من سته ماشي وبعدين؟ اشتغلش بعد السنه زي ما هو؟ انجيوتنسن 2 صح. طب افرض القانون ده بعد الميثي سيرجايت ايه رايك؟ سيرتونين. افرض النقطة بعد الهي بايرامين. هيستامين مش كده؟ طيب اقول لك بقى واحد صعب شوية. الانون دراج اهو. سيبك من الخطوات اللي في النص بقى مالهاش لازمة. ادي الانون دراج افتر سايكو هيستامين يا سيرتونين. هيستامين. اشتغل الهي في الايه؟ هيستامين وسيرتونين. طب الانون ما اشتغلش يبقى في احتمال يكون يا هيستامين يا سيروتونين. عارفه ازاي من بعض؟ هو غالبا في الاختيارات زي ما قلت لك هتجيب واحد لكن ممكن كلام. يقول لك النون دراج ده الاكشن بتاعه ويز ابولش افتر بي بايرامين. يبقى ايه؟ يبقى كان هيستامين مش كده؟ او النون دراج ده ويز ابولش افتر بي سيرجايت. يبقى سيرجايت. مفهوم يا جماعه كده وصلت؟ طيب خلاص خلصت. دي على فكره اطول تجربه اللي هي بتاعت النون دراج على الديست اللي هي الاستيميليشن. تعالى بقى على جنب الانيميشن سهل قوي. واقول لكم حاجه انا فاكرها من زمان قوي لما كنا طلبه يعني القرن ال 19 تقريبا. كان في محصل رديله السحر لما كان مش شغال عملي يقول لك الانون اللي بيعمل ديبرشن على الانتستن ده حاجه من الاثنين يا اس يا اس. بمعنى يا اما يكون سيمباثومايماتيك يا اما يكون حاجه اسمها دايركت سباسموليتيك مش كده؟ يا اما يكون حاجه بتشتغل على المسلز من غير ريسبتورز يعني تعمل انهبيشن على الانتستين. طيب
تحت بقى عنوان سيمباث ومايميتك ده فيه كم احتمال؟ لا هي هم ثلاثة صح، لأن الدواء يكون ألفا أجونست فقط لا غير. زي مين؟ كلاجوفين. كويس؟ هعرفه ازاي؟ النور عمل ان مش على الانتستين وبعد الفنتولامين ما عادش بيشتغل خالص. محتاج شرح؟ النور عمل انهبيشن وبعد ما قفلت الالفا ما عادش بيقدر يعمل حاجه، وهو اكيد كان الفا اجونست زي الفينايلتين. الاحتمال الثاني يكون بيتا اجونست بس من غير الفا زي الايزوبرينالين. اعرفه ازاي؟ عمل انهبيشن وبعد الفنتولامين لسه بيعمل انهبيشن. لا مش الفا، لكن بعد البروبرادور مش شغال خالص بقى، يبقى هو بيتا. طيب الاحتمال الاخير بقى، وده احتمال وارد قوي يعني الحقيقه، ان يكون الدواء الفا وبيتا اجونست اللي هو ادرينالين. صح. اعرفه ازاي بقى؟ اعرفه ازاي؟ بص كده اقول لك، معرفش لو رسمنا هنا اوضح ولا اقول لك. يعني احنا الحمد لله بقى لنا كام سنه كده الدنيا سهله في العمل. زمان كان عندنا الحقيقه يعني كلام صعب قوي وكلمات غريبه، بس انا هقول لك من الذكريات القديمه والقريبه يعني في نفس الوقت. النون دراج عمل كده على التست. كويس؟ يبقى اول ما تشوفه كده قبل ما تكتب، وعشان خاطر كل الناس اللي طلعت الناس الشاطره على فكره، نجيب من الاخر يعني تلاقي داخل على كده كده ابص على اخر خطوه اعرف في ساعات يعني تريكس في الموضوع، فخليك ماشي على مالك. النوم ده ممكن يكون سيمباثيك ميتك مش كده؟ او دايركت سبازموتيك. دكتور طبولة هنا باختصار يعني كتب فنتولامين وبعدين راح مدي النون درايف بعدها لقيته عمل كده. واللي انا رسمه ده انا مقصود، انا قاصد يعني. بص الانهبيشن هنا اول مره اديته عمل انهبيشن فقط. بعد الفنتولامين اخباره ايه؟ لسه بيعمل انهبيشن بس ايه؟ اقل من الاول، يعني في جزء من شغله اتمسح ضاع. وبعدين جه بعد كده راح مدي بروبرايتور. ميتا بروك، لقيت ان هو ما عادش بيعمل حاجه. ايه رايك؟ يبقى هو الفا وبيتا مش كده؟ يبقى هو بيشتغل على الفا بدليل ايه بقى؟ ان شغله جزئيا ضاع لما قفلت واحد وجزءه التاني، او يعني شغله كله ضاع لما قفلت الاثنين. صح؟ مش هتفرق لو عملت العكس. يعني لو حطيت هنا بروبرايلول وحطيت هنا في الدولار يتفق معانا حاجه، لما اديت بروبرايلول شغله قل بس لسه موجود، يعني في جزء من شغله فقد، يبقى اكيد الجزء ده كان عن بيتا مش كده؟ ولما اديت الالفا بروتر شغله كله ضاع، يبقى الانون ده اس ادنالين. صح؟ طيب هو ينفع يكون الفا ادنالين بس؟ ينفع الانون اللي انا قلت لك عليه يكون الفا ادنالين بس؟ ليه لا؟ كان هيشتغل عادي خالص بعد البيتا، لكن مش هيشتغل نهائيا بعد الالفا بره، والعكس ما ينفعش يكون بيتا اجنس. اصعب كيرف بقى جه مره كده من المرات في ال، وبالمناسبه انا اعرف ازاي الدايركت قبل ما اروح الكيرف الصعب، اعرف ازاي ان ده دايركت سبازمونيك. اقفل الالفا هيفضل شغال مش كده؟ واقفل البيتا هيفضل شغال، يبقى هو اكيد دايركت. وهنحفظ ان شاء الله اسمين كده مهمين، حاجه من مجموعه الفراتايل اورز اسمه البابا برين، وده من الادويه المشهوره برضه زي الامينوفيلين او الميثايزم. المهم بقى الكيرفات اللي كانت صعبه شويه وعايزك تفكر فيها كده، ادي النورمال انتست جاي وادي الانون دراك عمل انهبيشن، وبعدين انت هنا دواء اسمه لابيتالول، وبعدين انت الانون دراج ما عملش حاجه. بس على مهلنا، هو الانون ده انهبيتور على الانتست مش كده؟ يبقى ممكن يكون يا اس يا اس، يا سيمباث ومايميتك يا دايركت. طب سيمباث ومايميتك ده ليه كام احتمال؟ يا الفا بس يا بيتا بس يا الفا وبيتا مع بعض. طيب ساعتها لما اديت اللابيتا لون عملت ايه؟ قفلت الاثنين. طيب الانون بعدها ما اشتغلش. ايه؟ انا عرفت حاجه مهمه قوي، ان هو سيمباث ومايميتك بس مش كده؟ قد يكون الفا ادوس بس ما اشتغلش ليه؟ لان اللابيتا قافل الالفا، وجايز يكون بيتا ادوس بس
والتي تقول قافله البيتا، وجايز يكون ادرينالين صح؟ جايز يكون بيشتغل على الاثنين والاثنين مقفولين. طبعا في الاختيارات هلاقي حاجه منهم اللي صح، مش هينفع يبقى في ثلاث اختيارات. امال ايه القانون ده بقى؟ يعني برضه عشان انا انتوا بدأتوا تفكروا زياده عن اللزوم. على فكره بتتعامل بجد، التفكير الاوفر مش حلو. يعني ما تقعدش تستمتع بقى حاجات، هو مسكين انت ماشي علينا والدنيا واضحه زي الفل، ما تقعدش بقى ايه؟ يعني طبعا نيتنا دايما حلوه انت عارف، بس يعني برضه خليك يعني ماشي كده في شتاء ده قالت بتقعد بقى مشطره ومظهره وبتاع. هي هتبقى لو كانت كده هتبقى واضحه قوي. هتلاقي ده نزل على اخر الصفحه، هتلاقي نزل كده شويه وهتعرف ان احنا قصدنا كذا. تمام. النون عمل انيبيشن الانتستن يبقى اس اس مش كده؟ بعد اللاميتا نول شغال زي الفل. صح. يبقى هو دايركت سبيسيفيك مش كده؟ بدليل. الالفا مقفوله وهو شغال والبيتا مقفوله وهو شغال، فمفيش بقى ملوش افكت على ريسبتورز. كويس؟ خلصنا كده بقى من الانتستن، تعالى بقى في الكتاب. حاسس كده انت ساعات اول ما نقول كلمه كتاب صفحه مش عارف صفحه 41 مكتوب عنوان كده، ده الانون بقى اللي هتذاكره، فمذاكر نظري ان شاء الله كويس، وهتذاكر بس الاحتمالات بتاعت الانون ده. مكتوب عندنا انتستاينال ستيمولنت. انا كتاب اللي معايا فيه نقطه مطبعيه. هو مكتوب نمره واحد جاي من ستيمولنت مش كده؟ مكتوب تحتها الامثله الكوتين سمول دوز او الميدين سمول دوز. وبعدين نمره اثنين ماسكارينيك ريسبتور ستيمولنت اللي هو اسمه بارا سيمباتوميتك. وتحتها واحد اثنين ثلاثه اربعه. ايه صح كده؟ طيب. خلي بالك بقى الاربعه دول هم امثله للماسكارينيك اجنس اللي هم الكولين استرز ولا مش عارف البايلوبراتين والكلام ده. نمره خمسه عندي انا ما هياش باراسيمباثوماتيك صح؟ هي مكتوبه خمسه كانها تبعها بس نفس الغرض. طيب احنا بنحب يعني مش مصدر الهيستامين ده ما هوش باراسيمباثوماتيك. انت هتحط عليه رقم كام بقى الهيستامين ده؟ برافو عليك ثلاثه. الهيستامين ده الاحتمال الثالث فهو يشتغل على البارا سيمباثوماتيكس. مفهوم يا جماعه اللي انا بقوله؟ طيب وبعدين هيبقى نمره اربعه سيروتونين، خمسه فازوبريسن، وسته انجيوتنسين. يعني الباسكارينيك اجوست خلصوا عند نمره اربعه. اللي بعد كده بقى دي اذر بوسيبيليتيز ما هماش تبع البارا سيمباثوماتيكس. الانتستاينال انهبيتورز عندنا الالفا اجوست دايفينايلفرين، البيتا زي الايزوبرينالين، الالفا والبيتا زي الادرينالين. هو كاتب النور ادرينالين طبعا مش غلط، بس خلي بالك انه يعني احتمال طبعا يجي. هو النور ادرينالين الفرق بينه وبين الادرينالين ايه؟ هو الادرينالين بيشتغل بيتا والفا والاثنين يعني بنفس تقريبا القوه. النور ادرينالين اشتغل مين على الالفا واشتغل على البيتا واحد والبيتا اثنين تقريبا ملوش افكت. لكن اذا ليه ماشي، اذا كان هو النور بقى بتاع الالفا والبيتا ماشي. بعد كده عندنا التايرت، عندنا البابا فيرين، نحفظ الاسم ده. البابا فيرين ده بقول عليه دايركت سبازموليتيك، هناخده ان شاء الله في الترم الثاني وهنعرف ان هو جاي كده بالحاجات اللي شبه المورفين. بس افتكر النهارده ان هو دايركت سبازموليتيك. عندنا مجموعه الفولاتايل اويلز اللي هو البيبرمنت اويل اللي هو النعناع، زيت النعناع. وعندنا مجموعه ادويه بتاعت الانجينا بقى نايتريتس والنايترايتس، وعندنا الامينوفيلين. كل الناس على فكره عارفين ان النعناع بيضيع مغص مش كده؟ ولا انتوا اول مره تفاجئوا بالمعلومه دي؟ طيب عشان كده، عشان هو ليه دايركت سبازموليتيك افكت. يبقى الصفحه دي هنذاكرها ان شاء الله. الاكسرسايز اللي وراها هنقوله بسرعه بس عشان اطمن يعني ان احنا ما فهمناش. الكلام بقى اللي في الاول هتقراه، هتقراه. النون دراج على الانتستر ومش عارف ايه، اقرا ايه كل حاجه. بص بقى على الكيرف. اول جزء في الكيرف اللي هو صفحه 42 على طول بقى، اول جزء في الكيرف ايه؟ نورمال انتستاينال كونتراكشن صح. وبعدين اول دوره النور عمل ايه؟ ماشي. اوعدك؟ لا مش اوعدك. المره الجايه اوعدك. نبتون قبل دي اخر قبل الاخيره. سمعني بقى مين هم الست احتمالات؟ الكوتينيك
للبنين انتي كانسل فاضل بس هاد الشاشه البروتين اسمه اللوز. ايه معناها دي؟ اختبار الستة ما تهمنيش. طيب البروتين ده مش لوز مهمة. حطيته ليه او ما حطيته ليه في التجربة؟ اقفل بيه النيكوتينيك ريسبتورز. يعمل كده في الانتستين. عشان هو بيتلايز بيشتغل كانه بارشال اجنس. طيب اعرف ازاي هو قفل؟ كان في طلبة زمان مش شاطرين زي كده يقول لك لما الانتستين ترجع نورمال. لا مالهاش علاقه بالهرجه كورونا. انا عارف ازاي ان الدوكر قفل. ادي اجنس تاني اشتغل ايه ما اشتغلش. طيب بعد النيكوتين سمول دوز هو الحمد لله ما عملش حاجه لانه زي الفل. لانه منطلق زي ما هو يبقى هو مش نيكوتين. انت اسيتالوبين اختبار الماسكارينيك ريسبتورز مالهاش قيمه. انت اتوبين قفلنا بيه الماسكارينيك وبعدين اختبر تاني الدوكر باسيتالوبين الحمد لله ما اشتغلش لانه ما اشتغلش. يبقى الانون طوال سيمبات ومامتك وده نقولك في الانتستن من الكلمات المتوقعة عشان هيسألك بقى على سيمبات كولين او ميثا كولين او كارباكول او ميثا نيكول اسئلة نظر. الجرب من صفحة 43 هو جرب يعني صغير بس غلس يعني النون دراج عمل ايه؟ إيميليشن. طيب يبقى واحد من الستة مش هتطلب منك ترونهم تاني بقى خلاص يعني كوتينيك يا مصدر هيستخدمين يا سيليتانية يا أجل كنسل يا فازو كرسل أسيطان الكوليك ملوش قيمة بيختبر بيه مسكرينك هو حر أتروبين على طول يعني أتروبين على طول بقى يعني ما قفلناش الأول كوتينيك وبعدين قفلنا مسكرينك قفلنا مسكرينك مباشرة تاني اتأكدنا ان هو مقفول بالأسيطان الكوليك الأنون ما اشتغلش كان ده أول مرة نزل تقريبا تلتين دفعة عدلت فيه لأن هو كان جاي اختيارين وكان كاتب بص الكلام حاجه تدل يعني على حاجه من بس انت فاكر النهارده الاختيارين اللي قدامك كده يا نيكوتينيك يا مسكرين مش كده؟ بص كده اول سؤال بيقول عشان بس نعرف هو ممكن اعرف الانون ازاي الانون دراج كود بروديوس اتس ستيمولنت افكت ثرو اكتيفيشن اوف ويتش اوف ذا فولوينج ريسبتورز. معلش هو البتاع ده كان فيه نقطه شويه فانت بس خليك فاكر ان ده ممكن يكون مسكرينيك او نيكوتينيك الشرط هو مسكرينك بس مفيش في الاختيارات مسكرينك؟ طيب هو نيكوتينيك يبقى هو الكيرف اللي وراها بقى معلش عشان برضو اقول في تاريخ الفارماكولوجي كان زمان الطلبه يعني شاطرين بس ايه؟ ما عندوش وقت فكان يحل الكيرف ازاي بقى؟ بالعدد المرتفعات اللي في الكيرف مش بهزر والله يعني يقول لك لما تلاقي الكيرف فيه جبلين جبلين جبل ماونتن يعني الجبل الانجليزيه يبقى ده نيكوتينيك لقيته ثلاثه يبقى مسكرينك اربعه يبقى يسيبوها كده طبيعي الكام جبل في البتاع ويطلع جه بقى استاذنا يعني الدكتور ظريف اسحاق يعني ربنا يكرمه ويديله الصحه اول مره حط الكيرف ده لا بص اللي حصل في اللاجئ طبعا ما يحكيش فين يا جماعه البتاع اللي احنا متفقين عليه في البيت سلسله الجبال بس بعض ما فيش الكيرف اللي بتقطع هو كيرف عبقري بصراحه ان هو هيديك المعلومه من غير ما تحفظ حاجه. طيب قول لي كده بقى النون دراج ده الانتستين عمل انت مش مصدق انا هقولهم تاني عمل ستيميليشن يبقى والله لو حد بقى فيكم مع حفظ بقى ايوه طيب النون دراج افتر ميكو مايلانوما هنا هتقولوا من وقت مين الميكو مايلانوما ده؟ صح جاي من بره ايه اخبار النون بعد الميكو مايلانوما؟ هو عايز يقول في الفتره دي ايه؟ ان انا حاطين ميكو مايلانوما على الانتستن والانون شغال مش كده؟ يبقى النون برافو عليكم النون مش نيكوتينيك طيب النون افتر اتروبين اخباره ايه؟ شغال يبقى هو مش مسكرين النور افتر سايكوهيبتالين حلو لسه بيشتغل بعد ما قفلت هيستامين وسيروتونين اللي هو مش واحد من الاثنين وبعدين النور دراج افتر سارا لازين بعد ما قفلت انجيوتنسن لسه شغال يبقى النور دراج يبقى فازل بس هو صعب الحقيقه طبعا لو جيت ماشي اوكي بس هو الاسئله عليه هتبقى صعبه شويه انا اسف يبقى انجيوتنسن
والأدجتنس الأسي والأدجتنس أنا بعتذر والله الأنون دراجة لسه شغال بعد السيارة الذين ما هو مش أدجتنس مش كده؟ يبقى ما فيش وزن قصي؟ أجل تسوكشن صباحوه طيب إنها هتحط في الاختيارات مثلا بوزن قصي ولا هتبقى إيه؟ اللي هو قريبا ايه السكشن اسمعه كلامه مش عارف اقول له ايه هو صح ان في الاختيارات هنغير الكيرف يا دكتور هنغير الكيرف هنغير الكيرف والخليه ما اشتغلش بعد السرعه دي حلو قوي عشان نختار بقى انجل بنسل الكيرف عرفنا يبقى في الكيرف الاخراني ده هيبقى ما اشتغلش بعد السرعه دي يعني عادي كده يبقى الانون ده يساوي adjectives الانون اللي هنا في ده يعني مش واضح قوي انا عايز بس ابص على المطلوبه في الامتحان الانون ده هيتحل يا جماعه بس مش هيتحفظ هيتحل مش هيتحفظ اول مره نزل فيها الانون اكزام كان نازل كانه امتحان رسمي اتعمل في سيكشن كل واحد في سيكشنه وورقه اتسلمت بعد ما الناس خلصت الامتحان وكان المفروض ان هو ما يتسربش طبعا واتسرب بقى بطرق ما شاء الله عليكم بقى يعني التكنولوجيا المهم ان هو جه في امتحان تقريبا بالنص ففتحت رئيس قسم بعدها حط موك اكزام ونزله في امتحان باجابات مختلفه يعني الاجابه الصح مثلا كانت سي في السؤال الاولاني وبي في السؤال الثاني هو غيره بقى بقت الاجابه الصح ايه الاجابه الصح دي ايه وهكذا يعني كان بعد التصور فالمهم زين وهو دلوقتي بيتاخد عادي مش كده يعني هو بس اللي يعني حاجه استرشانيه طيب بص كده بس لو تحبوا تاخدوا البيت يا جماعه قولوا كمان شويه ان شاء الله يعني خلص العائل تعبتوا؟ باختصار كده شديد جدا النون تراك اوعدك من اخر مره النون تراك عمل انتستايلر ستيموليشن اوف ذا انتستن بالتاكيد يعني انكوتينيك باسكاليك مستمين سيلبرين انجيو فيكسن الله يرحمه النون تراك بعد الفلوريزوندامين شغال صح الفلوريزوندامين جاي له فقره اشتغل باي كومبيتيشن قفلت النيكوتينيك ولسه النون شغال يبقى هو مش نيكوتينيك وبعدين افتر اتروبين لسه شغال يبقى هو مش باسكاليك مش شغال بعد الميت بايرامين البايرامين ده كان انت شو الجوكر مش كده الانون ما اشتغلش يبقى الانون از هيستامين مش كده الانون از هيستامين عايز اقول حاجه بس مش هو ممكن يجيب لي اول خطوه واخر خطوه بس ولا لازم يجيب لي ميت بايرامين واتروبين ممكن مش كده يعني النون اشتغل على الانتستن وبعد الميت بايرامين مش شغال هي نفس المعلومه يبقى النون ده بيشتغل على اتش واحد يبقى اس بيستمر طيب خلصنا كده بقى من تجربه فين يعني فيهم كلام كتير شويه في تجربه سهله بقى ان شاء الله هي تجربه العرض بس معلش قبل بقى ولا حاجه ولا ممكن نوصل يعني على فكره الاي لما هتذاكرها في العملي تقريبا انت ذاكرتها عملي ونظري يعني برضه عشان تبقى مطمن لو ملهاش وقت في النظري قوي ممكن المذاكره بتاعت العملي تبقى كفايه يعني. قبل بس ما اقول النور بنعرفه ازاي انا عايز افكرك كده بحاجه في الاي اسمها الاي ريفلكسز عشان تهمنا ان شاء الله في العملي وعايزين نفتكر العضلات اللي موجوده في العين اللي هي الانترا اوكيلار ماسلز وعايزين نفتكر الريسبتورز بقى دي حاجه مهمه قوي في العين احنا عندنا تو ريفلكسز في عندنا في العام بتاعنا في عندنا تو ريفلكسز في العين واحد فيهم اسمه لايت ريفلكس والتاني بيقول عليه كذا اسم بيقول عليه سنسور ريفلكس صح او كورنيال او كونجكتيفال سمعتوه اكيد في العملي طب مين فكرنا بس بسرعه كده اللايت ريفلكس ده بيحصل ازاي يعني مين ايه الاستيمولس وايه الافرنت والسنتر والافرنت هو لما تيجي تعمل لايت ريفلكس ان شاء الله صح بقى لازم يكون سادن اكسبوجر لايت عشان ما يحصلش ادابتيشن لازم
تخبي عينيك وتشوف العين التانية عشان في حاجة اسمها كونسنشوال لايت ريفلكس، مش مهم بقى الكلام ده قوي. المهم انك انت لما بتوجه الضوء، الضوء بينزل على الريترا وبيحصل امبلس عن طريق اوبتيك نيرف اللي هو السكند كرينيال نيرف، يودي الاشارة فين بقى؟ لحتة في المعين كده كان اسمها الانيجال فيست فاليوكس، مش كده؟ طيب بتحس ان في ضوء على الشبكية فعايزة تعمل بروتكشن، تقوم تعمل ايه؟ تبعت امبلس عن طريق الاوكيو موتور نيرف. الاوكيو موتور نيرف خلايا، مش كده؟ لوك الموتور ده ماشي معاه الباور سيمباثيتك، فيروح مطلع سيتايكونين وشغال لي عضله اسمها كونستريكتور بيبين لي مصر، فيحصل مايوزس. كويس؟ طيب ان شاء الله السنه الجايه في الرعد او يمكن في الفسيولوجي هتعرف مئات الاسباب اللي ممكن تضيع لايف ريفلكس. السبب الوحيد في الفارما، السبب الوحيد انك تكون قافل الماسكارينك ريسبتورز اللي موجود على الكونستريكتور بيبين لي مصر. يعني قاعدة بقى خدها كده ان شاء الله مسلم بيها، لو لقيت في الحالة دواء بيعمل loss of light reflex او قال لك light reflex is absent او abolish، يبقى اكيد الدواء اللي عامل كده انتي ماسكارينك، مش كده؟ زي مين بقى؟ التروبين وهيوزين الفا، مش وحش يعني. لا التروبين ده بالعكس ده ماسكارينك اجنوست. المجموعة اللي كان اسمها مترياتيك التروبين سبستيتيوتس في النظر اللي فيها هو الكروبين والتروبيكالاي وسايكلوبيتريت. كويس؟ طيب الريفلكس التاني سنسور اللي بيحصل لما بتلمس الكورنيا او الكونجكتيفا، بتنتقل الاشاره عن طريق حاجه اسمها الاوفتالمي ديفيجن اوف ترايجيمينال اللي هو العصب الخامس، يوصل للسنسور ايريا بتاع السيربر كورتكس، فبيبعت اشاره برضه بروتكتور عن طريق الفيشيال، بيعمل كونتراكشنز في عضلات الجفون اللي هي الاوفاكيلاريس عشان يعمل كولوجر دي ايلتس. انا بالنسبه لي في الفارماكولوجي الحاجه الوحيده اللي هتبقى سنسور ريفلكس ان اكون حافظ على